كان باقي حته صغيره قبل ما ندخل على الانترنال ايفالويشن هي الكور فاليوز، احنا بنسميها بالعربي القيم المؤسسيه. يعني ايه قيم؟ قيم مؤسسيه معناها احنا بنتكلم على بعض الفاليوز اللي انا عايز ازرعها جوه المؤسسه. لو عايز احط كلمه فاليوز واحط قصادها حاجه هي بتاثر فيها بشكل عنيف جدا، يبقى هي بتلعب على ايه؟ على الثقافه او الكالتشر بتاعت المؤسسه. فانا اقدر اغير الكالتشر بتاعت المؤسسه من خلال الفاليوز. احنا للاسف مرتبط في اذهاننا الفاليوز. اول ما بتسمع كلمه فاليوز اول حاجه بتيجي في دماغك، وده مش غلط بس ما تنفعش تبقى هي الوحيده، الانتجريتي والاونستي. حلو جدا. لكن هو في كده مقوله شهيره انجليزي بتقول لك ايه؟ It goes without saying. هو هل منطقي ان انا يبقى عندي موظف حرامي؟ مش منطقي. فالانتجريتي والاونستي اللي هي الامانه والنزاهه لازم كده كده يبقوا موجودين. لكن مش دول الكور فاليوز الوحيدين اللي المفروض يبقوا موجودين في المؤسسه. عندي ايه تاني؟ ننجي اللي بعده يا جو. عندي ريسبكت. مش طبيعي ان الناس تقل ادبها على بعض جوه المؤسسه، ما ينفعش. وفي مؤسسات بنقول عليها عندها سترونج كلتشر. فلو حصل انه موظف اثبت ان مديره تلفظ بلفظ غير لائق، ممكن المدير ده يسيب الشركه. طبعا دي الشركات اللي فيها سترونج كلتشر، ودي اكتر بتبقى ايه يا جماعه؟ بتبقى مالتي ناشونال. طبعا في ناشونال عندهم القصه دي، لكن هم اكتر مالتي ناشونال عندهم الحته دي بتبقى عنيفه جدا. وعندنا حاجه اسمها كوندكت كود اوف كوندكت، وعندنا حد جوه المؤسسه اسمه كومبلاينس مانجر. فالراجل ده هو المسؤول عن انه يلاقي اي كوربشن بيحصل، سواء كوربشن ده في فلوس او تجاوز او سيكشوال هارسمنت، كل ده اكشولي ممكن يروح في داهيه. الحاجه الثانيه انتجريتي اند اونستي. خلاص انا كاتب جنبها كده اربع حروف اف سي بي اي. اف سي بي اي ايه هو الاف سي بي اي؟ حد يعرف؟ هو ده قانون كده بيشيك على بتوع المالتي ناشونال. اسمه ايه الاف سي بي اي؟ فورين كوربشن براكتس اكت. فورين كوربشن براكتس اكت هو قانون هدفه الاساسي يمنع الفروع بتاعه الشركات المالتي ناشونال ان هي تعمل اي حاجه الليجل في دوله معينه. يعني مثلا شركه اكس بدون ذكر اسماء، احد شركات السيارات الالمانيه، من 10 سنين اتسمع ان هي ادت رشوه لاحد الجهات في مصر. الشركه الام نفسها اللي هي مرسيدس بره في المانيا كانت كارثه بالنسبه لها، برغم ان الشركه اللي في مصر عملت ايه؟ باعت. لكن باعت ازاي؟ هي دمرت ايه؟ اسم هذه الشركه. فالاف سي بي اي فورين كوربشن براكتس اكت بيحط ضوابط. انا دلوقتي كشركه مالتي ناشونال موجود في مصر، هل مطلوب مني ادي هدايا للكاستمرز في حدود معينه 100 دولار 150 دولار؟ طب لو زاد عن كده يبقى ده ايه؟ انا بديله برايب او رشوه. طيب مثلا انا بعمل مثلا مؤتمر علمي، هل ينفع ان الكاستمر يجيب مراته معاه؟ لا. لو انا طالع مثلا معظم الشركات في مصر اسالهم كده على فندق كامبينسكي، ريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، يقول لك ما اقدرش اشارك في الاماكن دي. ليه؟ عشان دي بيعتبروها اكوردنج للكود اوف كوندكت ريزورتس. انت بتدلع الكاستمر، ما عندك فنادق عاديه خمس نجوم كويسه، ليه تروح كامبينسكي؟ ليه تروح ريتز كارلتون؟ فعشان كده احيانا بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا واحنا بنعمل ايفنت نبقى عارفين هل معمول في مكان الكود اوف اثكس او الاف سي بي اي بتاع الشركه دي يقبل ولا لا. شركه المانيه هقول اسمها، كان اسمها باير، كانت شركه سوري كان اسمها جيرمان شيرينج، وهي دلوقتي جوه شركه ثانيه اسمها باير. جيرمان شيرينج في 2006 كاس العالم، حد يفتكر كان فين في 2006؟ المانيا، وهي شركه المانيه. فقالت نعمل ايه؟ ناخد الدكاتره نطلعهم كاس العالم. حلو قوي. طيب كاس العالم ده ينفع ولا ما ينفعش؟ كان ينفع ساعتها. ليه؟ لانه الشركه دي شركه المانيه. فالاف سي بي اي في الوقت ده لغايه قبل 2006 ما كانش بيطبق غير على الشركات الامريكاني بس. الشركه دي اللي هي جيرمان شيرينج راحت عملت، حجزت طيران وحجزت تيكتس وحجزت التيكتس بتاعه الاستاد للدكاتره. وايه اللي حصل هنا؟ فجاه الاتحاد الاوروبي قال انه الاف سي بي اي هيطبق على الشركات الايه؟ اليوروبيين. راحوا في داهيه كده. طب نلغي الحاجات دي؟ مش هنقدر نلغيها. عملوا ايه؟ راحوا مصفروا الموظفين بتوعهم، لان انا بيني وبين الموظفين مش حاجه اسمها رشوه. لكن الرشوه تيجي منين يا جماعه؟ لما اكون انا بعمل الكلام ده تجاه مين؟ يعني انت كاستمر دكتور تطلعه يحضر مباراه في كاس العالم ليه؟
تطلعوا مؤتمر طبي ماشي، لكن ما تطلعوش يحضر في كاس العالم. كل ده بينظموا حاجه اسمها الاف سي بي اي، وندخل نقرا شويه عنه يا جماعه. فورين كوربشن براكتس اكت. طيب اعملي دعايه بس، تدي هديه للكاستمر ثمنها 10000 دولار ليه؟ لكن ادي له براند ريمايندر ثمنها 50 دولار 100 دولار اوكي، هو بيحط لك ليميتس. لكن تخيلي انا بدي هديه للكاستمر 10000 دولار، از ات ا جيفت؟ على حسب كل شركه ومقدرتها. لا دي مالهاش علاقه بمقدره، ما هو انا لو قيمه الهديه زادت يبقى انا دلوقتي بفتح باب لايه؟ للكوربشن، بفتح باب للكوربشن اوكي؟ طيب اللويالتي اللي هي الولاء للشركه، بتوع الاتش ار في مصر للاسف بيفسروها غلط، ان اللويالتي عباره عن ايه؟ لو حضرتك سبتني ومشيت تبقى انت خاين، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده. لكن انا اكشولي كلمه لويالتي معناها طول ما انا قاعد بالشركه بشتغل بشكل بروفيشنال، ولا ما اجي امشي وان مانث نوتس اساعد مديري في ان هو يخلص الحاجات، اخلص الحاجات بتاعتي. لكن مفيش حاجه اسمها انه عدم ولاء ان انا اسيب الشركه وامشي، لان ده نظام ايه يا جماعه؟ نظام الاحتراف. كان في واحد كده كان اسمه ماك كليلاند، لو رجعتوا للكونتمبري مانجمنت هتشوفوا اسم الراجل ده. ماك كليلاند قال الناس البروفيشنال عندهم 3 نيدز: نيد فور باور، نيد فور اتشيفمنت، نيد فور افيليشن. الله ينورك، تعرفهم؟ باور، انا عايز ابقى باورفول، انا عايز ابقى مدير ومعايا سلطه. اتشيفمنت، لو انا حط لي تارجت وما حققتوش احس ان انا زعلان. طب ايه هي الافيليشن؟ الانتماء، انا مبسوط ان انا بشتغل في فودافون، بس لو جالي اوفر في اورنج لازم اروح. فقال ان الناس البروفيشنال لازم يكون عندهم هاي نيد فور باور، هاي نيد فور اتشيفمنت، لو نيد فور افيليشن. لو محمد صلاح فهم اللويالتي بالمعنى الغلط، كان قاعد زمانه في فريق المقاولين، لكن هو راح ليه دلوقتي ليفربول؟ انا راجل بروفيشنال، لما يجي لي فرصه كويسه انا ولائي لايه؟ ولائي المستقبلي، مش ولائي النادي. لكن مش معنى كده ان انا وانا جوه النادي ان انا اخون النادي، لا، وانا جوه النادي بشتغل بما يرضي الله. جات لي فرصه كويسه في حته تانية، لو النادي اللي انا فيه يقدر يعوضني عن الفرصه دي ويل اند جود، ما يقدرش يبقى امشي بشكل بروفيشنال. فده فكره الولاء. كرياتيفيتي اند انوفيشن، ايه الفرق بين الاثنين؟ كرياتيفيتي اند انوفيشن هما كلمتين مش كلمة واحدة. والانوفيشن هو دي إجابة شهيرة بس از نوت رايت. الله ينور عليك. احنا عمرنا ما بنقول على الفكرة انوفيتيف ايديا، بنقول على الفكرة كرييتيف ايديا. عمرنا بنقول على البرودكت كرييتيف برودكت، بنقول على البرودكت innovative product. فالthinking is creativity، الexecution is innovation. الthinking is creativity، الinnovation is execution. أشهر الشركات في الكرياتيفيتي والإنوفيشن هم مين يا جماعة؟ شركة زي أبل. وهنيجي نتكلم على موديل كنا ذكرنا اسمه قبل كده اسمه مايلز أند سنو. فاكرين الموديل ده؟ لما كان بيقسم الشركات، احنا لسه هنتكلم عنه بالتفصيل. كان في كده نوع من الشركات اللي عندها برودكتس فيها انوفيشن كتير وبتصرف على الار ان دي، كان اسمها ايه؟ حد يفتكر؟ بروسبكتور. الله ينور عليك. اوكي؟ طيب نيجي بعد كده للتيم سبيريت. التيم سبيريت معناه ايه؟ معناه انا محتاج ان الناس كلها تشتغل في تيمز. لما يكون الناس بيشتغلوا في اماكن منفصله عن بعض، يعني كل مجموعه لوحدهم، للاسف ده اسمه سايلو مينتاليتي. كلمه سايلو يعني ايه؟ صومعه. بتوع السيلز مالهمش علاقه بالماركتنج ومش عايزين يتعاونوا معاهم، بتوع الماركتنج مالهمش علاقه بالسبلاي تشين، بتوع السبلاي تشين مالهمش علاقه بالوير هاوس، ده اسمه سايلو مينتاليتي. طب هل ثقافه الدوله بتنعكس على ثقافه المؤسسه؟ في واحد كده كنت سمعته عنه اعتقد في الماركتنج او في الانترناشنال بزنس او انترناشنال ماركتنج، كان اسمه هوفشتيت. حد سمع عن الاسم الراجل ده؟ وعنده اندكس لطيف كده تدخل عليه على الانترنت، تدخل له اسم الدولة يعمل لك سكورنج للكالتشر بتاع الدولة دي. الراجل ده لما جه اتكلم على الكوليكتيف كالتشر والانديفيدوليستيك كالتشر، اعلى دولة في العالم في العمل الفردي، في الفردي، امريكا. ودي حاجة غريبة جدا. The most individualistic culture globally is USA. طب العكس، حد يعرف اعلى دولة في العمل الجماعي مين؟ بص، تشاينا واليابان والكلام ده كله واخدين سكور كويس، بس هم مش مطلعش دول. كوستاريكا، كوستاريكا از نمبر 1
في الكولكتيف او في التيم سبيريت، وامريكا از نمبر 1 في الانديفيدوليست. ادخلوا يا جماعه اتفرجوا على، لانه حاطط كذا حاجه تاني. حد يفتكر ايه الايتيمز الثانيه غير التيم سبيريت؟ الباور ديستانس. هل في سوء استخدام السلطه؟ لو انا ظابط او لو انا دلوقتي قاضي، هل ممكن ده يخليني استخدم سلطتي غلط، ولا احنا كلنا ايكوال قدام القانون؟ دي اول حاجه اسمها باور ديستانس. انسرتينيتي افويدنس، المجتمع ده ريسك تيكر ولا ريسك افويدر. حاجه ثالثه مهمه جدا، هو ده ماسكولين كلتشر ولا فيمينين كلتشر؟ وعشان خاطر يا جماعه احنا ناس دارسين ام بي اي في مكان محترم اللي هو الاكاديميه البحريه، انا مش هتعلم بزنس من الميديا، لان الميديا بيقولوا ان المجتمع الذكوري هو المجتمع المسيطر فيه الرجل، والمجتمع الانثوي هو المجتمع المسيطر فيه السيده. احنا في مصر اولموست 50-50. السعوديه عكس ما الناس متوقعه طالعه فيمينين كلتشر، تقول لي يا نهار اسود ده الرجاله هم المسيطرين. ما هو يا جماعه الفيمينين كلتشر والماسكولين كلتشر ملهاش علاقه بالرجل مسيطر ولا الست مسيطره. امال ايه اللي شرحه الراجل ده؟ الراجل ده قال ان المجتمع الذكوري اللي هو الماسكولين كلتشر هو مجتمع فيه ماسكولين فاليوز عاليه. قالوا له يعني ايه ماسكولين فاليوز؟ قال لهم القيم الذكوريه اللي هي ايه؟ الاسيرتيفنس، السكسس، الاتشيفمنت، البرفكشن، التايم اورينتيشن. فلما تلاقي دوله مكبره دماغها في الحاجات دي وخصوصا في حاجه زي الوقت، يبقى البلد دي تروح لايه؟ فيمينين. السودان هتلاقي ناس فاري ليزي. ليبيا نفس النظام. مصر احسن شويه. السعوديه ده معناه ايه؟ مش مهتمين بالوقت. تعالى العكس بقى، مين اعلى دوله في العالم طلعت ماسكولين كلتشر؟ حد يعرف؟ اليابان. يس، الله ينور عليه، اليابان نمبر 1. طب اقل دوله في الماسكولين كلتشر يميلوا ان هم يبقى فيمينين كلتشر، استغربوا، ان دوله اوروبيه، السويد. السويد اعلى دوله في العالم في الفيمينين كلتشر، عالم بروتات. اليابان اعلى دوله في العالم في، فيا ريت يا جماعه ندخل نقرا شويه على الهوفشتد اندكس. نيجي بعد كده للاسيرتيفنس. بالعربي اسيرتيفنس يعني ايه؟ يعني ايه كلمه اسيرتيفنس؟ حزم. هل الناس عندهم حزم ولا لا؟ مره والله العظيم ده حصل فعليا، احد مديرين شركات المالتي ناشونال في مصر في احد الصناعات جه قال لي انا السيلز تيم عندي قطط. فانا قلت يعني بنات حلوه يعني ولا ايه؟ قطط دي طلعت ايه يا جماعه؟ تعتقدوا ايه؟ سيلز تيم قطط. يعني ايه؟ يعني مش مخربشين. يعني ايه مش مخربشين؟ يعني مش عارفين يجيبوا سيلز منين؟ من الكاستمرز. قال لي يا فندم روح بص على الشركات التانية القوية زي فايزر وزي سانوفي، السيلز تيم بتاعهم، أنا قلت صناعهم، السيلز تيم بتاعهم شاطرين جدا. أنا عايز أزود الأسيرتيفنس بتاعتهم. ليه؟ الأسيرتيفنس مرتبطة في البيزنس بأربع حاجات، ولو بصيت عليهم ما ينفعش يبقى مدير محترم ما عندوش حاجة من الأربعة دول. الأسيرتيفنس مرتبطة بالديسيجن ميكينج، الأسيرتيفنس مرتبطة بالبروبلم سولفينج، الأسيرتيفنس مرتبطة بالريسك تيكينج، الاسيرتيفنس مرتبطه بالكونفرونتيشن او بالمواجهه. شيل لي حاجه من الاربعه دول ينفع تبقى مدير كويس؟ لا. فدي نقطه مهمه جدا. بعد كده عندنا البرفكشن. انا مش عايز اطلصق، انا عايز الحاجه تتعمل صح. عشان كده بتوع الكواليتي ليهم دور مهم جدا، وعندنا بعض الحاجات زي الايزو والسيكس سيجما. ايه بقى البيتكا دي يا جماعه؟ الله ينور عليك. مين ديمينج ده؟ مين ديمينج؟ حلو جدا. ده كان كونسلتنت بتاع كواليتي امريكاني، حصلت مشكله بينه وبين الامريكان، ساب امريكا وراح فين؟ راح اليابان. عمل لهم الموديل ده اسمه كواليتي سايكل اوف ديمينج. حط لي بلان، نفذ البلان ده الدو. طيب حاول تقارن البلان بالدو، لو في عندك ديفيشن تاخد لي حاجه اسمها ايه؟ كوركتيف اكشن، اللي هي الايه الاخيره. يبقى بلان، دو، تشيك، اكت. ده اشهر موديل في الكواليتي في العالم. طيب تعالى تاني كوميتمنت. انا احد الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي ان الناس اللي موجوده جوه المؤسسه تبقى ملتزمه. بعض الناس يقول لك ايه اصل احنا انتوا هتجبرونا ليه بوقت؟ ما نيجي في الوقت. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، في سيستم وفي قواعد معينه او بوليسز. ترانسبيرنسي، بس برضو ليها يعني عقل شويه، لانه الترانسبيرنسي ليها كنترول. حسب مين يا جماعه؟ حسب الماتيوريتي بتاع الموظفين. فلو الموظفين ار نوت ماتيور، يبقى انا هقول معلومات ليهم هتروح لمين؟
للمنافسين تبقى مصيبة. فلازم يكون في certain degree of transparency. ما ناخدش الاكستريمز، مفيش حاجة هيعرفها الناس خالص. الاقي حضرتك عرفت معلومة عن شركتك من بره تزعلي، او ان انا بقى complete disclosure، فطبعا لا دي مطلوبة ولا دي مطلوبة. environmental protection، وخصوصا للصناعات اللي هي بتشتغل في حاجة ليها علاقة بالاسمنت بالسيراميك وهكذا. كاستمر فوكس، انا عايز ازرع الفكره دي انه الكاستمر بتاعنا هو اهم حد بالنسبه لنا، وبالتالي الشخص ده لو احنا اهتمينا بيه شيء طبيعي ان احنا هنكسب كويس. اخر حاجه اسمها الافيشنسي. الافيشنسي اللي هو ايه؟ انا عايز اوصل. فاكرين لما اتكلمنا على موضوع بتاع هنري فورد؟ ما هو ده افيشنسي يا جماعه. لما جاب كونسلتنت قال له ايه؟ هات العربيه للعامل بدل ما تودي العربيه للعامل. القصه دي زودت الافيشنسي قد ايه؟ 30% او 35%. حلو. سؤال صغير، انا ممكن يبقى عندي ادي دول مره تانية كور فاليوز. طب انا في شركه بتاخد 12 او 15 كور فاليوز؟ لا، هم 3 4 5 مثلا. طب ليه ما احطش كتير؟ عشان لو حطيت كتير مش هعرف اعمل فوكس عليهم. انا عايز الحاجات دي مش تتكتب على الورق، انا عايز الحاجات دي تتزرع جوه المؤسسه. السؤال الاول، اختار كور فاليوز بناء عليه. انا قدامي 20 واحده وانا شركه اكس. طب ايه علاقتي بالمنافس هنا؟ طب نسمع يا جماعه، نسمع. طب ما هو اصل كور فاليوز ملهاش علاقه بالمنافس، يعني ايه ما يولع المنافس؟ طب واحد واحد يا جماعه. بتحرجم على حاجه صح، يعني انا هساعدك فيها. واحنا بنختار الكور فاليوز احد النقاط الأساسية طبيعة الاندستري. يعني ما ينفعش جوجل مثلا ما يكونش عنده innovation، مش باين؟ اوكي. ما ينفعش جوجل مثلا ما يكونش عنده من ضمن الكور فاليوز بتاعته الانوفيشن، ما ربنا يعرفوه بالعقل. ما انت الشركة بتاعتك والصناعة بتاعتك، وعشان كده طول النهار بيعملوا ايه؟ برين ستورمينج سيشنز، بيكافئوا الناس اللي بتقول افكار جيدة. ايه تاني؟ طيب هاخدها بس هوضحها شويه. النقطه اللي انت قلتها الانترنال بروبلمز، جوه الكالتشر بتاعتي شويه مشاكل، الناس بتقل ادبها على بعض، يبقى انا اخد ايه؟ اخد ريسبكت. الناس، سوري في اللفظ اللي كنا بنقوله زمان، الشركه دي حكومه. حكومه يعني ايه؟ يعني روتينيه قوي، بيروقراطيك قوي. يبقى انا احط هنا ايه يا جماعه؟ الانوفيشن. طب الناس ما بتتعاونش مع بعض وبتاكل في بعض، احط ايه؟ تيم سبيريت. يبقى احد النقاط الاساسيه اللي انا ممكن من خلالها اختار على اساسها الفاليوز هي المشاكل الداخليه. يبقى انا كده يا جماعه الاسس اللي انا على اساسها بختار الفاليوز، اول حاجه الاندستري، ثاني حاجه الانترنال بروبلمز او الانترنال ايشوز، ثالث حاجه وكان لازم اسمعها منكم يا جماعه الفيجن. الفيجن هيأثر على اختيار هو مين اللي بيجي في الاول، فيجن ولا كور فاليوز. فيجن شود ايه؟ شود بي فاينلايزد فيرست. رابع حاجه الكاستمر بيرسبشنز. الكاستمر بيرسبشنز يعني فور اكزامبل، انا دلوقتي بتعامل مع بنوك، انا خايف احط فلوس اتسرق، فحضرتك تركز لي على ايه؟ على السيفتي. طيب حضرتك شركة بتعمل منتجات للأطفال، أنا خايف على ولادي، فحضرتك تركز لي على إيه؟ على السيفتي. أنا بشتغل في الأسمنت، فالناس خايفة إنك أنت تضر الطبيعة أو تضر البيئة، فأعمل إيه؟ environmental protection. فأنا عندي أربع أسس على أساسها بختار إيه الكور فاليوز اللي أنا هشتغل عليها. طبيعة الإندستري، المشاكل الداخلية، رؤية المؤسسة، وانطباعات العميل. حلو. أنا قررت هاخد نفترض جدلا أول خمسة كور فاليوز. حلو. عايز أعمل إيه؟ عايز أنشرهم داخليا. يعني إيه أنشرهم؟ عايز الناس تبتدي يتزرع جواهم فكرة الريسبكت، فكرة الانتجريتي. عايز أعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أعمل أورينتيشن. طيب خلينا نكتب مع بعض. أورينتيشن يعني هعمل إيه؟ هلم الناس في ميتينج. يبقى انا هتكلم دلوقتي على ايه يا جماعه؟ هاو تو ببلش كور فاليوز. هاو تو ببلش كور فاليوز. اول حاجه هعمل انترنال ميتينجز، وجوه الميتينجز دي هعمل ايه؟ زي ما انت قلت كده هعمل اورينتيشن. الاورينتيشن على اهميه الفاليو
وهتنعكس عليا في ايه؟ وهتنعكس عليك في ايه؟ في كده مبدا لطيف دايما بنقوله في البيزنس، وات از ان ات فور مي، وات از ان ات فور مي. يعني انا كموظف لو الفاليو دي مش هتنعكس عليا انا بالشكل شخصي، سوري في كلمه ملهاش اي قيمه. فدي اول حاجه. ايه تاني يا جماعه؟ اوكي، فيجواليزيشن. يعني ايه فيجواليزيشن؟ عايز احط ساينس طول النهار بتوع الاتش ار معلقينها بحيث ان انا اعمل ايه؟ ازرع الفاليو دي. فاكرين ضباط الشرطه كانوا بيحطوا لهم كده فوقيهم الشرطه في خدمه الشعب؟ يعني ايه؟ انا عايز اقول له بشكل او باخر عايزك تركز. فالحاجه لما بتشوفها على المستوى الشعوري بشكل مستمر تنزل فين عندك؟ في اللاشعور. فدي اسمها فيجواليزيشن. ماشي، ايه تاني؟ بشكل ايه بقى؟ لازم يبقى فيه ريوردز او انسنتيفز. فانا كل شهر هاخد احسن واحد ظهرت عليه الفاليو دي. انا بتكلم على الانوفيشن. الراجل ده الشهر اللي فات عمل حاجه حلوه جدا ليها علاقه بالانوفيشن، هديله جايزه. فانا احسن واحد في خلال الشهر هيقدر يعمل ريفليكشن للفاليو دي هديله فلوس او هديله هديه. وعكسها ايه يا جماعه؟ يس، بانشمنت. اللي هيغلط او اللي مش هيطبق الفاليو دي هيعمل ايه؟ هيتعاقب. هو معلش يا جماعه دون الدخول في تفاصيل تضايق بعض الناس، هو احنا كمصريين بنلتزم بره مصر في المرور ليه؟ عشان البانشمنت. طب جوه مصر ليه احنا شغالين؟ يعني دايما بقول كده جمله كده، يعني اول ما بشوف العربيات الغريبه او الدوله الغريبه اللي احنا بنشوف فيها الناس بتسوق بالورب. يعني ايه بالورب؟ يعني انت تبقى ماشي كده واحد بيسوق كده، مفيش حاجه اسمها كده. يعني حتى لو هتسوق بره هو بيعمل ايه؟ بيتحرك لقدامك، يعني هو موازي ليك، ويسيب مسافه منطقيه بينك وبينه، وهو بيدي ايه؟ اشاره، وبعدين يتحرك كده. لكن ان هو يتحرك كده دي حاجه جديده. ده ايه يا جماعه؟ ده مهم بالنسبه لي ان انا اعاقب الشخص ده. ايه تاني؟ طيب حلو اللي انت بتقولي، بس دي مرحله متقدمه. الناس الجديده اراعي فيهم النقطه دي بس. مش هنحط تريننج، يعني ممكن تتحط مع الميتنجز وممكن تتحط لوحدها تريننجز. مش في حاجه كده مهمه جدا في الشركات خصوصا المالتي ناشونال بيسموها تاسك فورس. يعني ايه تاسك فورس؟ يعني هعمل كوميتي، الكوميتي دي مسؤوله عن نشر الانوفيشن، كوميتي تانية مسؤوله عن نشر. طيب الكوميتي دي بتاخد منين؟ مجموعه من الناس لازم يكونوا متميزين في الفاليو اللي انا، يعني ما اجيبش واحد قليل ادب وبعدين اقول له انت هتبقى مسؤول عن الكوميتي بتاعه الريسبكت، ما ينفعش. طيب يعملوا ايه بقى التاسك فورس دول؟ يعينوا من كل اداره، يختاروا من كل اداره واحد او اتنين يسموهم ايه؟ تشينج ايجنت، معامل التغيير. فحضرتك راجل محترم جدا في اداره التسويق، حضرتك راجل محترم جدا في اداره البيع، حضرتك راجل محترم جدا في اداره مثلا السبلاي تشين. انا مين؟ انا وثلاثه اربعه معانا اسمنا تاسك فورس. الناس اللي هنختارهم بقى من كل اداره دول اسمهم ايه؟ تشينج ايجنت. نجتمع بيكم كل شهر مره ونقول لكم ايه الافكار اللي احنا بنفكر فيها عشان ننشر القصه دي، وكل واحد منكم يعمل ايه؟ ينقل الكلام ده مع زمايله. لو حضرتك عندك قبول وعندك تاثير وعندك كاريزما وعندك قدره على الاقناع هتقدر تعمل ايه؟ تاخد اللي انا وصلت له ده وتوصله لزمايلك. هو اي جهه مخابراتيه لما تيجي تاخد الجاسوس بتاعها، يعني كان في مسلسل حلو قوي بتاع كريم عبد العزيز الزيبق، هم ليه اختاروا في المسلسل؟ يعني المخابرات اختارت البروفايل بتاع كريم عبد العزيز، واحد دمه خفيف، امور، طول بعرض، مؤثر. ليه؟ عشان لما يروح يكلم الناس اللي عايز يجندهم لصالح مصر يعمل ايه؟ يعرف يقنعهم. البنات تجري وراه زي ما كان رأفت الهجان. طبعا رغم ان المسلسل كان فيه حته مبالغه شويه بس اني هاو. ليه؟ عشان عايزه يبقى عنده، ما بجيبش واحد باسيف وخليه تشينج ايجنت. باسيف يعني ايه؟ يعني مش عارف يقنع الناس. طب هو اذا كان شخصيه مش مؤثره هيأثر في الناس ازاي؟ فدي بعض التكنيكس اللي بنستخدمها عشان نقدر نعمل نوع من السبريدنج للكور فاليوز. طبعا ما ننساش كمان حاجه رقم 8، استخدام الديجيتال تولز. طبعا الكور فاليوز موجوده
على الويب سايت بتاع الشركه. بس ده ما يعتبرش فيجواليزيشن. احنا بنتكلم في الفيجواليزيشن هنا اللي هو الاوف لاين. طبعا في بعض الشركات خصوصا الشركات المالتي ناشونال اللي فيها سترونج كلتشر، انا مدير الشركه وانا معدي يا ابني هو احنا ايه الكور فاليوز بتاعتنا؟ لو الراجل ده ما عرفش يبقى انهار. طبعا مش كور فاليوز بس، تلاقيه بيسال على الفيجن وعلى الميشن وعلى الكور فاليوز، يقول لك دي اخر مره الاقيك مش عارف الكور فاليوز بتاعتنا. في شركات تانية لا عارفين لا فيجن ولا ميشن ولا كور، هم موجودين على الويب سايت وشايفينهم طول النهار، محدش ليه؟ هم مش فاهمين اهميه الحاجات دي ايه؟ هم حاسين بتوع الاتش ار دول هيقرفونا ولا ايه؟ ما هيعمل ده كلام نظري ملوش اي قيمه خالص. فدي النقطه بتاعت الكور فاليوز. حد فاكر كان في سلوجان كده لتويوتا كنا قلناه، كان continuous improvement and respect for ايه؟ for people. ده كانوا الاهم تو كور فاليوز تويوتا كانت شغاله عليه، continuous improvement and respect for ايه؟ for people. لو انت ركزت فيها انا بتكلم على كواليتي وبتكلم على people، وهتلاقي دول معظم الشركات اللي نجحت كانوا هم دول التو كورنر ستونز. قلنا ليه يا كوكا في كرايسلر كان نفس الفكره، كان عندنا اللي هو الثري بيز، كان عندنا برضو في فريدريك سميث في فيديكس كانت نفس، فدايما جاك ويلش في جنرال الكتريك كواليتي وبيبول، كواليتي جاك ويلش طبق السكس سيجما وبيبول فكره. قال كلمه حلوه قوي عن الناس جاك ويلش، قال انا دوري في الشركه از ا جاردنر. جاردنر يعني ايه؟ جنايني. يبقى تفهم كده معناها ايه؟ ان انا دوري الاساسي ان انا اكبر مين؟ المواهب اللي عندي. شايفين الفكر الراقي بتاع الراجل؟ فدول حاجه مهمه جدا ان ريليشن للفاليوز. هننزل يا جو؟ طبعا ما احنا لسه قايلين اهو احد النقاط الاساسيه. طيب ارجع يا جو للسلايد اللي قبله. هنا ستاربكس عملت حاجه لطيفه جدا، ستاربكس جرين ايبرون بوك. وايبرون يعني ايه يا جماعه؟ مريالة. مريالة يبقى تتفهم ايه؟ الكتاب الاخضر، بس ده مش بتاع حد تاني، الكتاب ده بتاع مين؟ كتيب صغير بيحطه اسمه الباريستا متهيألي مش كده؟ الباريستا اللي هو الولد الويتر ده في جيبه. الكتاب ده فيه ايه؟ فيه كل الكور فاليوز بتاعت ستاربكس. ادخلوا اقروا شويه على القصه دي يا جماعه، عملت طفره في ثقافة المواد. كتاب صغير، ما ينفعش حضرتك تتواجد جوه الاوتلت بتاع ستاربكس واقول لك فين الجرين بوك ده، تقول لي مش معايا. مش حاجه اسمها كده، الكتاب ده حاجه مقدسه في جيبك. الكتاب ده كان عامل ايه بقى؟ طبعا جرين عشان ده الكوربريت كلر بتاعهم. ننزل يا جو. كان حاطط 10 جايدنج برنسبلز وخمسه جرين بيهيفيرز. ال 10 جايدنج برنسبلز نو هو يو ار، نو واي يو ار هير، Think independently. Build trust. Listen for the truth. Be accountable. Take action. Face challenge. Practice leadership and dare to dream. دول 10 ايه يا جماعه؟ Guiding principles. طيب ال 5 green apron behaviors. Be welcoming. انا بتكلم مين يا جماعه؟ بتكلم باريستا هنا يا جماعه، انا راجل بيتعامل مع الناس. Be genuine يعني خليك راجل كده authentic، ما تبقاش فيك. Be knowledgeable. دي احد قواعد السيرفيس كواليتي لو فاكرينها من الماركتنج، كان اسمها كان حاجه كده موديل لطيف كان اسمه سيرفيس كواليتي. هتفاكر الموديل ده سيرفيس كواليتي، كان بيسموه سيرف كوال وكله كابيتال لتر، وهو كان خمس حاجات بيلموهم الانجليز كده لموهم في خمس حروف اسمه ريتر. حد عارف القصه دي؟ وانا امتى بقول على الكواليتي بتاع السيرفيس دي ان هي هاي كواليتي؟ لو فيها الخمس حاجات دول. الار ريسبونسيفنس. يعني ايه ريسبونسيفنس؟ يعني هل الشخص اللي بيقدم الخدمه بيقدم الخدمه بسرعه ولا لا؟ انا ويتر قاعد في مطعم، زورت الزبون زور طلب ميه من الويتر، على بال ما الميه جت كانت السر الالهي خرج. ده معناه ايه؟ ان انا عندي مشكله هنا. الايه هي بقى؟ انا دخلت عشان النقطه دي. الايه؟ اشورنس. يعني ايه اشورنس؟ هي مدى معرفه مقدم الخدمه بطبيعه الخدمه. يعني حضرتك لو قاعد في مطعم وانا الويتر قلت لي معلش هو الاكل ده حلال ولا فيه بورك؟ قلت لك ما اعرفش. طب حضرتك اسال مين؟ يبقى هنا دي اسمها دكتور. حضرتك وانت بتساله هي العمليه بتاخد وقت قد ايه؟ والله انت وحظك يا بيه، دي حاجه بتاعت ربنا.
طب انا مش فاهم ده معناه ايه يا جماعه؟ ان مقدم الخدمه راكب طياره وبتسال مثلا المضيفه واحنا قدامنا قد ايه على ما نوصل؟ يا بنت وراك ايه ما انت قاعد؟ ده معناه ايه؟ معناه ان مقدم الخدمه اكشولي ايه؟ مش اورينتد بطبيعه الخدمه. طيب التي تينجبلز. تينجبلز يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي راكب طياره، ما دي سيرفيس. شكل الكراسي، اللبس اللي لابسينه المضيفين، الاكل بيتقدم ازاي، كل ده اسمه ايه؟ اسمه تينجبلز. اللي هو كان سمعتوه زمان في الماركتنج ميكس كان اسمه الفيزيكال ايفيدنس، الجزء الملموس من الخدمه الغير ملموسه. طيب الاي امباثي، وات از امباثي؟ مش سمباثي يا جماعه، سمباثي يعني تعاطف، امباثي يعني لا حاجات. لو حد منكم كان حضر ايموشنال انتليجنس تريننج، الايموشنال انتليجنس خمس حاجات، الامباثي المكون الرابع بتاعه. الايموشنال انتليجنس سيلف اويرنس، سيلف كنترول، سيلف موتيفيشن، امباثي اند سوشيال سكيلز. وات از امباثي؟ الثانيه سمباثي اللي هي تعاطف. امباثي هاو تو بوت يور سيلف ان ذا شوز اوف ذا اذر. ناخد مثال كده جميل جدا للسادات. رول موديل في الامباثي كان بيفسح الاسرائيليين ليه؟ لانه كان بيحط نفسه مكانه. يعني احد الحاجات اللطيفه هتقول لنا بقى الكلام ده بالتفصيل، قصه معروفه كده بس مش لناس كتيره تعرفها. جمال عبد الناصر مات 52 سنه وكان عنده شويه مشاكل كتيره، وهو في سرير الموت قبل ما يموت بحاجه بسيطه، الامريكان والروس كانوا بيجهزوا انور السادات عشان يبقى رئيس جمهوريه. حظ انور السادات الوحش انه جاله جلطه في القلب في اللحظه في الفتره دي، وروح بيتكم في ميتابولكوم بيتعالج. الدكتور اللي بيعالجه قال له ما تنزلش من السرير. السفير الروسي في مصر شم خبر بالموضوع، فكلم السادات في البيت قال له انا جاي عايز، ما قالوش بقى انت عيان وانا عايز اشوف صحتك تنفع تبقى رئيس جمهوريه ولا لا، قال له احنا جايين نقعد معاك عشان نتفاوض في خلافه عبد الناصر. السادات فهم ان الراجل ده جاي يعمل ايه، فاللي حصل انه لبس هدومه، وده كان ضد اللي كان قاله له الدكتور خالص، ونزل وقف استنى الراجل تحت، استقبله وعمل حاجه وهو قاعد معاه يوصل له بشكل غير مباشر انا صحتي زي البومب. حد يعرف ايه اللي عمله؟ لا، اكل كميه كبيره جدا من الفطير وعزم على الراجل ان هو ياكل كميه من الفطير. بعد اسبوع، وفعلا ده مش هزار اللي انا بقوله، السادات بقت صحته زي الفل والسفير الروسي مات. ده مش هزار على فكره. والسادات قال جمله كده تضحك، قال اتمنى ان يكون السفير الروسي قد قام بكتابه تقرير جيد عني قبل وفاته. يعني ايه؟ هو فهم ان الراجل ده جاي يعمل ايه؟ تو اسس ماي هيلث او ماي هيلث كونديشن، فانا هعمل ايه؟ هفسحه. حاجه تانية كانت معروفه في المفاوضات قبل المفاوضات بتاع كامب ديفيد، السادات عارف ان المخابرات الاسرائيليه بتتجسس على التليفونات الارضيه بتاعته. انا عندي جلسه معاهم بكره انا كسادات، فالنهارده اروح قايل للمساعدين بتوع في التليفون احنا بكره هنعمل اكس واي زي، ياخدوا المعلومه ويعملوا ايه؟ ويحطوا استراتيجيه بناء على كده، يروحوا تاني يوم يلاقي الراجل بيقول حاجه عكس كده تمام. ده فكره ايه؟ الامباثي. طب نحطها في السيرفيس كواليتي يعني ايه؟ يعني انا بحط نفسي مكان الكاستمر. في الطيران ما اعتقد انتوا عارفين الكلام ده، بيمنعوا المضيف او المضيفه انه يشيل الشنطه للكاستمر جوه الطياره، انا مالي؟ دي قصته هو. انه هو لما بياخد الشنطه الصغيره الهاند باج ويحطها في البوكس اللي فوق. طبعا انا دلوقتي لو لقيت ست كبيره في السن او راجل كبير في السن، اطبق القاعده ولا احط هنا اكسبشن؟ لا، هعملها اكسبشن. فدي اسمها امباثي، انك انت تحط نفسك مكان اللي قدامك. النقطه الاخيره اسمها ريلايابيليتي. ريلايابيليتي هي معناها دقه الخدمه. البنك المفروض يفتح 8:30، المفروض ما يفتحش 9 الا ربع. ما ينفعش ادخل مستشفى وبعدين تجي لي الفاتوره وانا خارج الاقي فيها ايتم يا جماعه انا ما جاليش دكتور انف واذن يكشف عليا، انتوا حاطينها من ضمن الايتمز. هنا معنى كده ان السيرفيس دي از نوت اكيوريت، از نوت ريلايبل. دول الخمس حاجات اللي بيخلوا السيرفيس ايه يتقال عليها ايديال او هاي كواليتي. الاشورنس هو ده النولج بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت السيرفيس بروفايدر. نيجي بعد كده بي كونسيدريت، لازم تهتم بنفسك، لبسك يبقى شكله كويس، تنام كويس عشان ما اجيش مع العميل بتاوب. النظافه الشخصيه بتاعتي كل ده مهم جدا.
اخر حاجه بي انفولفد. يعني ايه؟ يعني لازم يكون ليك دور فعال. انقل الفيدباك بتاع الكاستمر لمين؟ للشركه. لو عندك اقتراح لتطوير شايفين يا جماعه الشركات الكبيره بتهتم ازاي انها تعمل ايه؟ ترفع من الكواليتي بتاعه الناس. طيب ماشي. يعني معلش ارجع جو هنا بس حاطط مثال انه الكلام ده ازاي انعكس على ايه يا جماعه؟ على التيرن اوفر ريت بتاع مين؟ بتاع ستاربكس. اقل بكتير من الحاجات من الشركات الشبيهه. ده معنى كده ان الكالتشر عملت ايه للموظفين؟ عملت نوع من الموتيفيشن. طيب ده بالنسبه لي الجزء الخاص بالكور فاليوز. حد ليه سؤال فيه قبل ما ندخل على الخطوه الثانيه؟ انا بفكركم بس احنا شغالين بالموديل بتاع مين يا جماعه؟ فريد ديفيد قال في الاول حط لي ميشن فيجن اند كور فاليوز ذن ادخل على الاكسترنال انفايرمنتال ايفالويشن بعد كده انترنال ايفالويشن بعد كده استراتيجيك اوبجكتيفز وستراتيجيز بعد كده امبلمنتيشن اند فاينلي ايفالويشن. هنا هنتكلم على الاكسترنال سكاننج. فريد ديفيد حط ثلاث مودلز اساسيين، مش ثلاثه بس، ثلاثه اساسيين لتقييم البيئه الخارجيه. ايه هما؟ لا الثلاثه الاساسيين حط اللي هم كان اسمهم انبوت فيز يس، حط الاي فيز اللي هي الاي اف اي. ايه الثاني؟ اي فيز اكسترنال. ازاي؟ اتكلم هنا انترنال. ماشي انت عندك حق عشان حاطط. والثانيه سي بي ام كانت الثالثه بتاعتهم الاي فاز، بس الاي فاز ايه؟ انترنال. فهنا الاثنين الاساسيين اللي ما ينفعش ما احطهمش هما الاي فاز والسي بي ام. السي بي ام كانت اختصار ايه؟ كومبيتيتيف بروفايل ماتريكس، تحليل المنافسين. والاي فاز اكسترنال فاكتور اناليسيس سامري، ده لغه توماس ويلن. لغه فريد ديفيد اكسترنال فاكتور ايفالويشن. تقول لي بس في مودلز ثانيه بقى اكسترنال كتير. هناخد حاجه اسمها بيستل، هناخد حاجه اسمها فايف فورس موديل، هناخد حاجه اسمها ايشو برايورتي ماتريكس. طيب خلينا نبتدي بالبيستل. اعتقد البيستل جو هاد اشوف انتوا هاتوا شوف للصيد انتوا عندكم فكره عنه من الماركتنج. هو كان بيست وبقى بيستل. حد فاكر كان بيستخدم تو ايفالويت ايه البيستل؟ ويتش بارت اوف ذا انفايرمنت ويتش بارت اوف ذا اكسترنال انفايرمنت. وانا زعلت ليه لما انت قلت لي الاكسترنال؟ هو ده مش اكسترنال؟ مش الكومبيتيشن از اكسترنال؟ البيستل كان بي يوز تو انالايز كومبيتيشن؟ نو. يبقى ايوه يبقى الماكرو او الميجا انفايرمنت. ناخد مثال كده بسيط عشان الحته دي بتلخبط الناس. انا عندي الارب اكاديمي، ادي الشركه اهي اللي هي الشركه اي اي اس تي، دي الارب اكاديمي. الارب اكاديمي ليها مايكرو انفايرمنت وليها ماكرو انفايرمنت. المايكرو انفايرمنت بتاع الارب اكاديمي في منها جزء انترنال وجزء اكسترنال، ده المايكرو. الجزء الانترنال هو ايه؟ المانجمنت والامبلويز. دول فين يا جماعه؟ جوه المؤسسه. الجزء الاكسترنال عشان ما تنساهوش اس اس سي سي دي، ده الاكسترنال بارت اوف ذا مايكرو انفايرمنت اللي هم مين؟ شير هولدرز، سبلايرز، كاستمرز، كومبيتيتورز، ديستريبيتورز. فلما حضرتك قلت لي ان البيستل كان بي يوز تو ايفالويت الاكسترنال انفايرمنت يبقى معنى كده انه ينفع تو ايفالويت دي؟ نو ده ما ينفعش هنا. امال يجي فين بقى؟ يجي في دي اسمها ايه؟ اسمها الماكرو او الميجا انفايرمنت اللي فيها مين؟ فيها الجفرنمنت، فيها الميديا، فيها البريشر جروبس. طيب تيجي تقول لي طب هو ايه الفرق ما بين المايكرو وما بين الماكرو؟ دي المايكرو ودي الماكرو. المايكرو كان بي كنترولد باي ذا كمباني،
الشركه دي تقدر تسيطر على المايكرو، لكن هل الكومباني كان كنترول الماكرو؟ نو. فبالتالي المايكرو انفايرمنت از كنترولابل، كنترولابل المقصود بها باي ذا اورجانيزيشن، الماكرو از نوت كنترولابل. الستيك هولدرز اللي موجودين في المايكرو امبلويز اند مانجمنت، الستيك هولدرز اللي موجودين في الاكسترنال بارت اوف ذا مايكرو انفايرمنت شير هولدرز، سبلايرز، كاستمرز، كومبيتيتورز، ديستريبيتورز. الستيك هولدرز اللي موجودين في الماكرو انفايرمنت الجفرمنت والميديا والبريشر جروبس. البيستل از يوز تو اناليز اي ماكرو انفايرمنت. اوعى تقول لي اكسترنال انفايرمنت. طيب عايزين حد شاطر كده باشا، الفايف فورس موديل يركب على ايه من الثلاث؟ انا عندي ثلاثه هنا انفايرمنتس، انترنال بارت اوف ذا مايكرو، اكسترنال بارت اوف ذا مايكرو، ماكرو انفايرمنت. ايه رايك فايف فورس موديل؟ Which part of the micro? External part of the micro environment اللي هو مين؟ اللي هو ده. طيب ما حدش استرعى انتباهه حاجه يا جماعه، الشير هولدرز ار اكسترنال. مش دي حاجه قد تبدو غريبه لبعض الناس؟ هو الشير هولدر ده منتج ولا مخرج؟ بلغه الافلام منتج. شير هولدر يعني ايه؟ فلوس. لو انا دلوقتي عندي فيلم بيتعمل، انا المنتج، انا بتاع الفلوس، وحضرتك المخرجه، يبقى انت الدايركتور. لما اجي اقول لك ايه، ما تحط لنا رقصه في الفيلم، ما تعملي لنا اغنيه هنا، ايه هو انا اكسبرت ولا انت الاكسبرت؟ حضرتك اكسبرت. لو ابتدى الشير هولدر يدخل مناخيره في اداره الشركه، ايه اللي هيحصل؟ الشركه هتقع. لكن الشير هولدر هو واقف على مسافه قريبه من الاورجنايزيشن، جاب مانجمنت بيدير المؤسسه، ايه اللي بيحصل؟ كل ست شهور اقعد مع المانجمنت، اخبار النتائج ايه؟ طب احنا ماشيين ازاي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انا محتاج ادي فول اوثوريتي لمين؟ للمانجمنت. للاسف اللي بيحصل في بعض الشركات في مصر وخصوصا الفاميلي بزنس، الاونر بيجي يجيب مانجنج دايركتور. يعني لسه في احد الشركات عندنا ديبيت والراجل مش عارفين هيترفض ولا لا، ليه؟ هو مش فاهم الكالتشر، هو جاي من مالتي ناشونال، مش فاهم الكالتشر بتاع الناشونال، وفي نفس الوقت الراجل الاونر ما اقدرش اثق في حد غير لما اعمل ايه؟ حاجتين يا جماعه، اثق فيه، والحاجه الثانيه اشوف بركاته. اثق فيه يعني امانه، اشوف بركاته يعني ايه؟ يعني بيرفورمانس. كنا عاملين من اربع سنين وبينور، كنا بنعملها في القاعه بتاع جمال مختار اللي هي تحت هنا، كنا جايبين محمد عبد الكريم، ده كان السي او لشركه كريستال عصفور، وكان اول سي او لكريستال عصفور بره عيله عصفور. عيله عصفور هم مصريين فلسطينيين. فحد سال محمد عبد الكريم، محمد عبد الكريم دلوقتي ماسك مركز تحديث صناعه، قال له يا باشمهندس محمد، هو انت عرفت ازاي تحيد الاونرز؟ كان رد حلو قوي باشمهندس محمد. قال له يا ابني ما فيش حاجه اسمها تحيد الاونرز، في حاجه اسمها تكسب ثقه الاونر. فالاونر يكون مع الوقت يبتدي يعمل ايه؟ يدي لك مساحه. لكن حضرتك الاونر وانا جيت انا شاطر كل حاجه، قلت لك لا بقى معلش انا عايز فول اوثوريتي، سيب الله. انت هتعمل ايه؟ هتقلق، هو ده حرامي ولا ايه؟ وبعدين ما شفتش بركاتك لسه، ادي وريني بركاتك وخليني اثق فيك شويه شويه، فنبتدي مع الوقت نعمل ايه؟ ادي لك الاوثوريتي. طيب تعالوا نتكلم، البيستل فين يا جماعه؟ البيستل هنا. خلينا ناخد نقطه نقطه، وعايزين يا جماعه نفهم ما نحفظش، بوليتيكال واخر واحده ليجل. عايز في الاول اسال، هو ايه الفرق بين البوليتيكال والليجل؟ ايه الفرق بين البوليتيكال والليجل؟ عايزين واحد واحد يا جماعه، واحد واحد. طيب والبوليتيكال؟ ما احنا رابطين بس البوليتيكال بالوضع السياسي، الوضع السياسي احد مكونات البوليتيكال بس مش المكون الوحيد. طيب البوليتيكال كل ما هو تنفيذي، الليجال كل ما هو تشريعي، وبالتالي البوليتيكال ليه علاقه بمجلس الشعب ولا بالحكومه؟ هو تنفيذي يا جماعه، يبقى ليه علاقه بمين؟ حكومه. الليجال، طيب زياده البنزين اللي حصلت او الدولار اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، بوليتيكال ولا ليجال؟ بوليتيكال، المجلس الشعب ملوش علاقه بيه خالص. لكن قانون نقل الاعضاء، قانون التامين الصحي الجديد، دول ايه؟ دول ليجال، عشان بس نبقى فاهمين الفرق. طيب خلينا ناخد في الاول البوليتيكال. لما نيجي نبص على البوليتيكال هنلاقي شويه نقط كده لازم نعلق عليها. خلي بالكم يا جماعه، ما ينفعش اعمل بيستل للعالم، البيستل يتعمل لايه يا جماعه؟
عشان بس الكلام ده بيجي في الكومبريهنسيف بنلاقي الناس مش فاهمين القصه. البيستل بيتعمل لدوله، لو انت ما قلتليش الاستراتيجيك بلان دي بتعملها لاي دوله، ما انت بتعمل بيستل لايه؟ ما هو البيستل بتاع مصر غير البيستل بتاع ليبيا غير البيستل بتاع اسرائيل غير البيستل بتاع امريكا وهكذا. طيب اول حاجه بوليتيكال ستابيليتي. بوليتيكال ستابيليتي اللي هو الثبات السياسي، مدى استقرار الدوله، لان ده بيأثر على الانفستورز. الانفستور دايما معاه استشاري قوي يقول له لا روح مصر ما تروحش ليبيا، ليبيا الاستقرار السياسي ضعيف جدا. حد يعرف بيقيسوها ازاي؟ احد التقارير الشهيره اسمه البي ام اي، ذكرنا اسمه المره اللي فاتت، بزنس مونيتور انترناشونال، بيقيسها كام واحد بيتقتل في ال 100,000، كام واحد بيتقتل في ال 100,000. كان بيطلع في مصر في 2013 مش عارف 100 ولا 80 حاجه كده، في 2018 او 2017 كان بيطلعوا واحد في ال 100,000 بيتقتل. بيتقتل معناه بيتعرض لايه؟ لكمين، لكن هو ما يموتش بموتة ربنا. فده اسمه بوليتيكال ستابيليتي، ولازم وانت بتحطها ما تقوليش ايجيبت از بوليتيكال ستيبل، مش حاجه اسمها كده. قول لي الرانك بتاع مصر امونج الميدل ايست كام؟ فتقول لي البوليتيكال ستابيليتي اوف ايجيبت از مثلا نمبر كذا امونج الميدل ايست ونمبر كذا امونج العالم. طب انا مش هقول رايي، انا بجيب الكلام ده منين؟ من التقارير الموجوده. طيب تاني حاجه التاكسيشن، لازم اتكلم على التاكسيشن. حلو، وليه حطيتها هنا؟ عشان الحكومه هي اللي بتعملها. طيب هو احنا عندنا كام نوع من التاكسز؟ عندنا نوعين، النوع الاول اسمه دايركت تاكسز اللي هي الضريبه المباشره، والنوع الثاني اسمه اندايركت تاكسز الضريبه الغير مباشره. اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو ايه؟ انا ماليش دعوه بدي، انا ليه دعوه بدي؟ حد يعرف ايه الفرق بين الضريبه المباشره والغير مباشره؟ دايركت تاكس واندايركت تاكس. واضحه ان الضريبه غير مباشره بتحصل بعد كده مثلا. اوكي، انا بتكلم على الكاستمر هنا. الدفع مثلا طيب النص الثاني عندك صح، النص الاول مش مظبوط، النص الثاني صح اللي هو الاندايركت. حاجه زي الفات از اندايركت، يعني اللي بتحط على السلعه مثلا الساندوتش بتاع ماكدونالدز ثمنه مثلا 50 جنيه بالضريبه يبقى مثلا 58 او 69، دي اسمها ضريبه غير مباشره اللي هي زي الفاليو ادد تاكس. الضريبه المباشره هي اللي بتتشال من مرتبك على طول، مش في حاجه كده اخدتوها في الايكونومكس. دخل حضرتك يا اما جروس انكم يا اما اللي بعده ايه؟ ما هو دي كلمه مش بروفيشنال، يا اما اسمه حاجه اسمها ديسبوزابل انكم. حد يعرف الثالثه بتاعتهم ايه؟ يا اما حاجه اسمها ديسكريشنري انكم. يعني ايه؟ خلي بالكم اللي انا بعمله ده بيتوهكم ولا لا؟ ولا الدنيا ماشيه كويس يا جماعه؟ هو مشكله الاستراتيجيك ان هو لامم كل الحاجات. انتوا بتتوهوا مني ولا الدنيا ماشيه كويس؟ اوكي. المرتب بتاعي اللي باخده في ايدي هو 1000 جنيه، لكن اللي على الورق 1350، يبقى اللي هيتشال من هنا موصل اللي هو ايه؟ هو الدايركت تاكس. طيب حلو جدا. ال 1000 جنيه دول ليه سموه ديسبوزابل؟ يعني اقدر اعمل لهم ديسبوزل، يعني اقدر اصرفهم، لكن ده مش ديسبوزل. طيب ايه اللي هيوصلنا من هنا لهنا؟ شيلي ماينس الاسينشالز اللي هو السكن واللبس والاكل والادويه والتعليم اللي هي الحاجات الاساسيه. نوصل هنا بقى لايه؟ ده اسمه بالعربي ايه؟ فائض الدخل. فائض الدخل ده هعمل فيه ايه؟ حاجه من اتنين، يا هدلع نفسي بيه فهروح لحاجه اسمها ليجر سيرفيسز اللي هي الحاجات بقى بتاعت الدلع، اروح مثلا اصيف في حته، اروح مش عارف سينما، او يبقى سيفنجز. فانا خلاص طلعت الحاجات الاساسيه والباقي ده اكشلي هحطه هنا كادخار. طيب انا ليه هنا بركز بقى على الاندايركت؟ عشان البرايسنج. لو السلعه اللي انا بقدمها، يعني التريننج مثلا في مصر عليه تاكس ولا ما عليهوش؟ ما عليهوش. خلاص يبقى انا كده حتى لو حطيت سعر عالي شويه ماشي، لكن لو لقيت جت الحكومه قالت لك لا احنا هنحط 30% على التريننجز، هضطر نعمل ايه؟ اقلل شويه. طيب ايه النقطه الثالثه في البوليتيكال؟ حاجه اسمها بريشر جروبس، جماعات الضغط. حد يعرف يعني ايه بريشر جروبس او جماعات ضغط؟
والنقابات؟ اتحاد العمال والنقابات جزء من البريشر جروبس. لا ان جي اوز مال ان جي اوز دي شركه مؤسسه ملهاش علاقه بيا. زي ايه اللوبز؟ لو بتتكلم على السياسه ما ينفعش، لان احد الديفينيشنز بتاعت البريشر جروبس they should not have any political participation، لا يجوز. طيب احنا بنقسم البريشر جروبس الى نوعين، نوع اسمه سيكشنال ونوع اسمه بروموشنال. السيكشنال زي النقابات، طب ليه سموه سيكشنال؟ لان الاهداف بتاع المؤسسات دي او الجماعات دي ينعكس على المجتمع كله ولا ينعكس على الجروب ده؟ على الجروب. فاحنا نقابه الاطباء اللي احنا بنحاول نخلي الحكومه توافق عليه ومجلس الشعب ينعكس على مين؟ بالايجاب على الاطباء، عشان كده سموه سيكشنال. نقابات مثلا او التريد يونيونز اتحاد العمال نفس الفكره، لكن البروموشنال ليها اهداف بتنعكس على المؤتمر سوري على المجتمع كله، زي مين؟ انيمال رايتس، جرين بيس، هيومن رايتس. فدي جماعات بتعمل ايه؟ ليها اهداف تنعكس على المجتمع كله. طيب دول تاثيرهم على الشركه ايجابي او سلبي حسب نشاط الشركه. يعني جمعيه حمايه البيئه مع الشرقيه للدخان وذ ولا اجينست؟ اجينست. لكن لو عندي مثلا جمعيه زي جمعيه اصدقاء مرضى السرطان مع معهد الاورام وذ ولا اجينست؟ فلو لو الجروب دي معايا اخد منها ايه؟ فند. لو الجروب دي ضدي لازم اعمل ايه؟ احاول ارضيهم شويه، لان هم لو قفشوا هيروحوا لمجلس الشعب ويطلبوا مجلس الشعب، لو هم مثلا جمعيه حمايه البيئه طلع لنا قرار بمنع التدخين في الاماكن العامه، يجي مجلس الشعب راح مطلع القرار ده يديه لمين عشان تنفذه؟ الحكومه. تنفذ الحكومه، ايه اللي يحصل لنا؟ اروح في داهيه، الاستهلاك بتاعي هيعمل ايه؟ هيقع. فدول النقاط الاساسيه اللي بنحطها تحت البوليتيكال ايشوز. طيب نيجي بقى للايكونوميك، وعشان خاطر يا جماعه عشان ده خطا شهير بنشوفه في الكومبريهنسيف. وانت بتكتب الايكونوميك انا عايز ارقام وجداول. يعني ايه ارقام وجداول؟ بعض الناس وهو بيكتبوها بيقول لي ايه؟ جي دي بي جروس دوميستيك برودكتس، جي ان بي جروس ناشونال برودكتس. لا يا مش طب نعمل بيه الكلام ده؟ طيب حد اشطر شويه يقول لي الجي دي بي بتاعت مصر السنه اللي فاتت كان مثلا 380 مليار دولار. طب انا مش عارف الرقم ده كويس ولا وحش، عشان اعرف الرقم ده كويس ولا وحش لازم اعمل ايه؟ شوف لي 3 4 سنين فاتوا. فلما تيجي تعمل ايكونوميك ايفالويشن حط لي كل الايكونوميك انديكيتورز في جداول 3 4 سنين فاتوا، جي دي بي، جي ام بي، ناشونال انكم، انترست ريت، اكسشينج ريت، انفليشن، واخيرا امبلويمنت. لو اتفرجت على الجداول دي، ادي الجدول اهو مثلا، هاجي احط فيه مثلا هنا ده الجي دي بي، ده الجي ام بي، وهكذا. ده مثلا 2018 2019 2020 وهكذا. عود نفسك اي جدول بتحطه في امتحان الكومبريهنسيف لازم تحط لي هنا ايه؟ كومنت. اي جدول بتحطه تقول لي كده انا شايف من خلال الجدول ده انه الجي دي بي كان ماشي كويس جدا، وقع في 2016 وربما ده يكون نتيجه لتعويم الجنيه، ورجع اتحسن تاني كذا، وده معناه شفت انا عملت ايه؟ لكن حضرتك جبت لي جدول من على الانترنت وحطيته لي زي ما هو، اي طب انا استفدت ايه؟ انا عايز حاجه تقول لي ايه؟ تقول لي الكومنت بتاعك. فالايكونوميك فاكتورز مهمين جدا. احنا عارفين الفرق يا جماعه بين الجي دي بي والجي ام بي، اجمالي الناتج المحلي واجمالي الناتج القومي ولا لا؟ باشا خدنا الكلام ده في الايكونوميكس يا جماعه، اجمالي الناتج المحلي واجمالي الناتج القومي، ولا واحد في المجموعه عارف الفرق بينهم يا جماعه؟ الجي دي بي خارج الدولة بس؟ الجي دي بي داخل الدولة. جي دي بي داخل
يعني الجي ام بي ملوش حتى داخل الدوله؟ طيب هي المعلومه يعني فيها حته صح بس في جزء مشوه. ده مين؟ قومي. تاني يا جماعه هو عشان بس نسال، هو ده فلوس يا جماعه، ده فلوس، لقاء ارقام دي فلوس. الجي دي بي اجمالي الناتج المحلي، القيمه الماليه لكل المنتجات والخدمات اللي انتجت داخل الدوله، مش مهم مين اللي عملها. ده فلوس. احنا اعتقد السنه اللي فاتت كنا حوالي 380 مليار دولار. ماشي. اجمالي الناتج القومي ما تم انتاجه داخل الدوله، القيمه الماليه لما تم انتاجه داخل الدوله او خارج الدوله بايدي ابناء الدوله، ده كان حوالي 600 مليار دولار. كويس قوي. ناخد مثال كده، اسمه حضرتك ايه؟ احمد. اوراسكوم شركه مصريه موجوده في مصر، وراحت السنه اللي فاتت عملت مشروع في الجزائر ب 200 مليون دولار. يدخلوا فين ال 200 مليون دولار دول؟ جي ام بي بتاع مين؟ بتاع مصر. وجي دي بي بتاع مين؟ بتاع الجزائر. طيب مثلا شركه اتصالات الاماراتيه السنه اللي فاتت باعت في مصر بخدمات او انتجت خدمات 100 مليون دولار، يدخلوا فين؟ الناتج المحلي بتاع مصر والناتج القومي بتاع الامارات. سهله كده يا جماعه الفرق بينهم. الناشونال انكم ما فيهوش مشكله، الانترست ريت برضو انتوا عارفينه اللي هو على الشهادات والودايع، احنا نعرف ايه الفرق بين الشهاده والوديعه ولا لا. طب هي اسمها ايه الوديعه بالانجلش؟ طب الشهاده اسمها ايه بالانجلش؟ لا اسمها ايه بالانجلش؟ دي اورس اللي انت بتقولها دي. ها ترم ولا تايم؟ الوديعة بالانجلش اسمها تايم ديبوزيت، الشهادة بالانجلش اسمها سيرتيفيكت اوف ديبوزيت. ومين الاقصر يا باشا؟ لا الاقصر الوديعة يا باشا. الوديعة، الوديعة شهر وثلاثة وستة وسنة. الوديعة شهر وثلاثة وستة وسنة. الشهادة ما تصغرنيش، ادخل بص عليه. ما يعني هو اصلا مش بقول حاجة انا مش متأكد منها، لو انت بتشتغل في بنك تبقى مصيبة. الحمد لله. الشهادة يا جماعة، رغم ان مصر عملت حاجة ضد القاعدة، عملت مرة سنة سنة ونص، مفيش حاجة عالميا اسمها شهادة اقل من 3 سنين. خلي بالك من التواريخ بقى بتاعت الشهادات، 3 و5 و7 و10، ما عنديش 9. 3 سنين، 5 سنين، 7 سنين، 10 سنين. وبالتالي اعلى نسبة انترست هيبقى على ايه؟ على الشهادة ال 10 سنين. اقل نسبة انترست هيبقى على ايه؟ على الوديعة اللي هي ايه؟ اللي هي الشهر. طيب الاكسينج ريت اللي هو معدل صرف العملة، يبقى زيرو في حالتين يا جماعة، زيرو في حالتين. لو عندي سنجل كرنسي زي اليورو فده بيسهل لي الدنيا، انا بشتغل بصنع في ايطاليا باليورو، ببيع في اسبانيا باليورو، بستورد من فرنسا باليورو، فهنا الاكسينج زيرو. هل في حاجة تانية ممكن تخلي الاكسينج ريت زيرو؟ حاجة اسمها البارتر او الكاونتر تريد. بارتر او كاونتر تريد اللي هم ايه؟ اللي هو المقايدة، اشتري منك منتج وادي لك مقابل ليه منتج تاني بنفس القيمة. فاحنا ما نروحش ناحية الايه؟ ناحية ان انا اشتري دولار او اعمل عملة وهكذا. الانفليشن عندي سلة منتجات اساسية كل دولة بتحسبها بعدد معين، بنشوف سعر كل منتج من السلة دي في أول السنة كان كام وفي آخر السنة كام، ونجمع نسب الزيادة كلها ونقسمها على عدد الايه؟ الايتمز دي، يطلع لي التضخم اللي هو بنشوفه 10% 8% وهكذا. فبرضه لازم هتحط لي جدول 3 4 سنين ورا. الامبلويمنت ريت، الامبلويمنت احنا بنتكلم على سن معين اللي هو من 21 ل 60، قبل كده ده مش ان امبلويمنت وبعد كده ده مش ان امبلويمنت، كام في المية؟ بيزيد ولا بيقل؟ كل دول اسمهم ايه يا جماعة؟ ايكونوميك انديكيتورز. ما هما كلهم بيكملوا بعض، كلهم بيكملوا بعض، اصل انت هتاخد بناء على ايه؟ دول كلهم بيكملوا بعض، كل ده موجود على الانترنت. تحت كل جدول حط لي الكومنت، تحت كل جدول حط لي الكومنت بتاعه. اوكي، فده اكشولي الايكونوميك. بعد كده عندنا السوشيو كالتشرال. حط لي بقى في السوشيو كالتشرال الجزء السوشيال ليه علاقه اكتر بمين يا جماعه؟ بالسوشيال كلاس. حد يعرف ايه هي الفاكتورز اللي هي بتحدد السوشيال كلاس بتاع الناس؟ هما ثلاثه. ما تقوليش لايف ستايل، دي حاجه صعب قياسها. الانكم، الايديوكيشن
طب يعني هو انجليش وانت ازهري ولا ايه؟ education ثالثه منطقي يا جماعه. الايديوكيشن الانكم والايديوكيشن والاوكيوبيشن، وبناء على 3 فاكتورز دول بنقسم الناس، ودي تقسيمه بريتش يا جماعه، تقسيمه انترناشونال، لان بعض الناس في مصر يقول لك ايه بلس وايه، مش حاجه اسمها كده يا جماعه، هي A بي سي 1 سي 2 دي اي، يبقى هي من الاي للاي والسي بتتقسم نصين سي 1 وسي 2. ادخلوا بقى اتفرجوا على تفاصيل عشان مش هنلحق نقول بقى التفاصيل في الحته دي. الجزء الكالتشرال، وصف لي الهابتس بتاعت الناس، وهل الهابتس دي تخدم الصناعه بتاعتك ولا ما تخدمهاش. فانا مثلا كوكاكولا ومعظم المنتجات بتاعتي كوك، ولقيت ان الهيلثي لايف ستايل ابتدى ينتشر عند معظم الناس في مصر، يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ ثريت. خلي بالكم البيستل في الاخر هتسمى على ايه؟ يا ايه يا ايه؟ يا اوبورتيونيتي يا ثريت، لان هما دول ايه؟ دول اكسترنال. التكنولوجيكال، شوف لي الصناعه اللي انت بتشتغل فيها ايه النيو ترندز الموجوده فيها تكنولوجيكالي؟ هل بيستخدموا ارتفيشال انتليجنس؟ هل في تكنيكس معينه بيستخدموها زي الكاد او الكام؟ عارفين ايه الكاد والكام؟ يس، كمبيوتر ايديد ديزاين وكمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج. ده بيعمل ايه؟ بيسهل القصه، بيقلل كوست، بيطلع المنتج بكواليتي عاليه. حتى في حاجه المهندسين بيستخدموها اسمها الاوتوكاد، ما هو الكاد دي هي الكمبيوتر ايديد ديزاين. بعد كده في الايكولوجيكال او الانفايرومنتال، ودي ليها علاقه بالسستينابيلتي وليها علاقه بالكالتشر يعني، او البيئه الخارجيه، مش بتكلم عليها كتير. عايز اقف عند النقطة الأخيرة الليجل، اللي هي البيئة القانونية أو التشريعية. إيه الحاجات اللي أنا محتاج أبص عليها في الليجل؟ شوية قوانين كده لطيفة لازم نبص عليها، وبرضه هسهل لكم الدنيا. في ثلاثة منهم بيبتدوا بحرف السي عشان ما ننساش. الليجل في ثلاثة منهم بيبتدوا بحرف السي، اللي هم الكومبيتيشن لو اللي هو قانون حماية المنافسة، الكاستمر بروتكشن لو اللي هي قانون حماية المستهلك، الكونتراكت لو اللي هو قانون العقد والتعاقد، حط لي بقى حاجات تانية زي الانفيرومنتال بروتكشن لو، حط لي حاجة زي البيتنسي، حط لي حاجات بقى العلاقة لليبر لو أو قانون العمل. كل دي قوانين مش هندخل في تفاصيل كتيرة قوي، بس في بعض النقاط هعلق عليها. شوف لي قانون حماية المنافسة، في دول مثلا في صناعات معينة بتمنع الأوفرز، يعني مثلا في مصر هل ممكن صيدلية تكتب ورقة رسمي وتقول احنا عاملين خصم 10%؟ لا، يتقفل الصيدلية دي. فأنا لو مش فاهم إن قانون حماية المنافسة في الجزء بتاع الفارماسيوتيكال في مصر أو الفارماسي في مصر بيمنع الأوفرز، وأنا رحت عملت أوفر، هروح فين؟ هروح في داهية. قانون حماية المنافسة بيطلب منك انك انت تحترم الكاستمر، ما تشتموش، ما تقلش ادبك عليه، ما تقولش معلومة غلط عنه. فاكرين الاعلان الشهير بتاع بيبسي وكولا؟ لما بيبسي جاب ولد صغير بيحط كوين جوه الماشين ويجيب كولا ويحطها برجليه، اترفع قضية على مين؟ على بيبسي، لانك انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتهين المنافس بتاعك. الكاستمر بروتكشن لو اللي هو قانون حماية المستهلك، ليه اسم تاني في امريكا اسمه لو اوف نيجليجنس، يعني قانون الاهمال. مش فاكر مره كانت ماكدونالدز ولا ستاربكس، واحده راحت اشترت مشروب سخن وركبت العربيه حطته بين رجليها فاتحرقت، وهو مش مكتوب عليه هوت او بي كوشن. يس، رفعت قضيه. ليه؟ لازم اعرف الكاستمر. حتى بتلاحظوا يا جماعه في الادويه في مصر، الأدوية اللي ما بتتبلعش أو ما بتتشربش مثلا، البيتادين في مثلا منه مطهر جروح وفي منه مضمضة. المضمضة دي لازم أكتب عليها إيه؟ مضمضة. أجي بقى البيتادين بتاع الجلد أكتب عليه الاستخدام الخارجي فقط. الزبون شربه وابتدى يرغي، دي مشكلته هو، أنا ماليش دعوة، أنا قايل له المعلومة. الأدوية اللي ممنوعة للحوامل عشان ممكن تعمل أبورشن أو تسقط لازم بيكتب، لأنه ده لا يؤخذ أثناء الحمل. ليه؟ عشان أنا كده ريد بول مكتوب على العلبة من بره أو الكان من بره مش أكتر من 2 أو 3 كانز بير داي. أنا قلت المعلومة، حضرتك شربتي جالك مصيبة،
انا. لكن لو المعلومه مش موجوده وحضرتك رفعت عليا قضيه اروح في داهيه حسب ايه؟ حسب قانون حمايه المستهلك. هرجع لده دلوقتي ده انفايرمنتال بروتكشن لقول بعض الحاجات اللي هتخلي انا مثلا بعمل مصنع مثلا، فانا عايز هنا اكشلي تقول لي بقى ازاي الويست برودكتس بتاعتي هعمل لها ديسبوزابل ازاي، وخصوصا لو هي حاجات كارثيه. لو انا مستشفى الويست برودكتس اللي هي ممكن يبقى فيها فيروسز وبكتيريا احطها ازاي. البيتنسي في الادويه اسمها بيتنسي، في صناعات تانية زي التليكوميونيكيشن اسمها لايسنس. اشهر مثال حصلت فيه مصيبه في البيتنسي كانت ابل، معرفش انا قلت المعلومه دي قبل كده ولا لا. تخيلوا ابل سرقت كلمه ايفون، نهار اسود، ابل الشركه المحترمه في 2006. ابل كانت مزنوقه قوي وفكره ان انا عندي ايبود وهنزل ايباد، ومزنوقه في كلمه ايه؟ ايفون. راحوا لمين؟ حد يعرف الاسم ده كان بتاع مين؟ ما كانش تليفون، كان نتورك، كان بتاع سيسكو. بدخلوا ايرو كيس كده، فابل راحت لسيسكو قالت لهم يا جماعه انا عايز اخد منكم الاي كلمه ايفون. سيسكو قال لهم طيب يعني نتفق على المقابل المادي. قبل ما يوصلوا لاتفاق مادي فوجئت سيسكو ان ابل اخذت كلمه ايفون وراحت نازله السوق عملت المنتج بالاسم ده. اترفع عليهم قضيه كبيره واتخذوا ودفعوا غرامه عنيفه جدا، بس لغايه دلوقتي ما حدش فاهم هم ليه عملوا كده. فده مثال مهم جدا لفكره البيتنسي. اورنج ليه اشترت موبينيل في مصر؟ ما نزلتش ليه بالرخصه الرابعه والخامسه؟ عشان ما كانش فيه رخص موجوده. فعملوا ايه؟ قال لك نعمل ايه؟ نضطر نعمل ايه؟ نشتري حد. وطبعا مش هدخل في تفاصيل، بس كان في علامات استفهام كتير على الصفقه نفسها. الاسهم كانت بتنزل في اوقات معينه وفجاه تلاقي اورنج بتشتري، يعني من الواضح ان كان في علامات استفهام. بس هو عمل كده ليه؟ عشان ما فيش رخصه متاحه، فاعمل ايه؟ اشتري بيتنسي. طيب ارجع بقى هنا اخر حاجه هقولها اللي هي الكاستمر، سوري، الكونتراكت لو. حد هنا محامي يا جماعه او خريج حقوق؟ قانون العقد والتعاقد خمس حاجات لو مش موجوده في العقد يبقى العقد ده غير قانوني. عشان خاطر يا جماعه محدش يقول لي ايه لازم يبقى ممضي، ما هو لو مش ممضي ما يبقاش عقد. لكن في خمس حاجات لو مش موجوده في العقد يبقى العقد ده لاغي. ايه هما؟ اول حاجه اسمها اوفر. عشان كده ايوه. طب ايه الذاكره رجعت جزئيا ولا ايه؟ اول حاجه اوفر. انت بتشتغلي في ايه؟ اوكي، اول حاجه اوفر، قام فلان الفلاني بعرض كذا، ده اول باراجراف في العقد. تاني حاجه اكسبتنس، وافق فلان الفلاني على كذا. تقدري تساعدينا في حاجه من الباقي؟ قلت لك قول لو نظام هاني شاكر شاور وانا ارد عليك. اوكي. طب ما انت جبت نقطه اهو، ما انت جبتيها منين؟ ما انت قلتيها من دماغك. ينفع يا جماعه اب يكتب لابنه بيت ويعمل له عقد قانوني من غير ما يحط قيمه ماليه ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. حتى الناس بتستعبط وتروح حاطه قيمه اي كلام عشان الضرايب. ليه ما ينفعش؟ لانه احد بنود العقد القانوني انه لازم يكون في حاجه اسمها ايه؟ consideration. لا، الثانية اسمها capacity. انت الدنيا عندك ساحت مع بعض. consideration يعني لازم يكون في قيمة مالية للعقد، لازم. لو ما فيش قيمة مالية في العقد يبقى دي هبة، ودي قصة مختلفة. ايه هي الكاباسيتي الاهلية؟ اربع حاجات، يكون فوق سن الرشد، ما يكونش تحت تأثير مخدر، ما يكونش تحت تهديد سلاح، ما يكونش مريض نفسي. هو قضية الحجر، انت بتخبط في ابوك في ايه؟ في الحجر، في الكباس. يقول لك لا، ابويا جاله الزهايمر فمجنون، فالراجل ده ضحك عليه ومضاع على البيت برقم فلكي، برقم عبيط. تيجي لجنة من الطب النفسي تكشف على والد حضرتك، لقوه فعلا مريض نفسيا، يبقى العقد اللي اتمضى ده ايه؟ عقد لاغي. فدي اسمها الاهلية. ناقص له نقطة. طب انا شو الكلام ده في العقد اشوفه ازاي؟ كانوا موجودين ولا لا؟ ما هو طالما امضته موجوده خلاص يبقى كانوا موجودين. وعلى فكره مش لازم يبقوا موجودين اثنين في نفس الوقت، بس المهم الاثنين يمضوا على عقد. يعني حتى لما تروح تشتري شقه، هو الاونر بتاع الكومباوند ده بيمضي قدامك؟ لا، بيجي لك انت بتمضي وبعدين هو بيروح يمضي.
عندنا اسمها ينفع مثلا شريف باشا مش كده؟ كامل باشا سوري. ينفع اقول قام رأفت يوسف ببيع عدد في عقد رسمي 10 تراب حشيش الى كمال بي؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه هنا بقى؟ وانا نقيت حد صح. ليجاليتي ليجاليتي بس مش بالصوره العنيفه اللي انا قلتها يا جماعه. يعني ايفن كمان لو انا بلاش حشيش، العربيات اللانسر الخارجي كانت بتيجي مصر شكلها ايه؟ متهربه. ينفع اعمل لحاجه عقد اذا كان الايتم داخل البلد بشكل ايه يا جماعه؟ غير قانوني. اعمل لك عقد بيه ازاي؟ بعض الصيدليات لما تكون بتجيب ادويه مهربه من بره وانت تروح تشتري منه تقول له معلش اعمل لي فاتوره عشان احاسب، يقول لك ما اقدرش. الفاتوره دي تعمل ايه؟ تدخلني السجن. فاكرين زمان البنادول المستورد ما كانش بيتعمل في مصر؟ ما اقدرش اعمل لك فاتوره مكتوب عليها كلمه بنادول، لان انا بجيبه منين؟ كان زمان بعض الصيدليات تظبط بعض الناس اللي مسافرين بره، هات لي معاك وانت جاي 3 4 علب كده 5 علب كده انا اروح في ده، فيقول لك ايه انا هعمل لك حاجه بنفس القيمه بس ما اقدرش اكتب لك الايدل ده. الخمس حاجات دول لو وقعت حاجه منهم العقد غير قانوني. عرض، قبول، قيمه ماليه، اهليه، قانونيه. شيل اي حاجه من الخمسه دول فالعقد هنا عقد غير قانوني. احنا خلصنا يا جماعه البيستل، هنتكلم على موديل كده شهير اسمه ايشو برايورتي ماتريكس. انا هضطر للاسف امشي بسرعه في الجزء اللي باقي عشان الوقت مش هيكفي. الايشو برايورتي ماتريكس هو عباره عن ماتريكس دوره الاساسي يعمل فلتريشن لكل الاكسترنال ايشوز سواء اذا كانوا دول اوبورتيونيتيز او ثريتس. سؤال صغير، حد هنا درس بروجكت مانجمنت؟ حد درس بروجكت مانجمنت؟ الريسك بيعملوا له الاسسمنت ازاي؟ الريسك لا الناين بوكسز بتاعت الريسك ايه؟ تو فاكتورز الثريتس الريسك اسسمنت اللي هو كان 9 بوكسز كده كده اهو. كان بيقسمه بناء على حاجتين لتسع مربعات. ايوه الله ينور عليك. الامباكت اللي هو تاثير الريسك ده عليا شكله ايه، والحاجه الثانيه البروبابيليتي اللي هي احتماليه حدوثه، احيانا كنا بنسميها لايكلي هود. كويس جدا. وهنيجي نعمل ايه هنا؟ لو ميديوم هاي، وهنا لو ميديوم هاي. كويس جدا. اخطر ريسك في دول كام؟ في التسعه دول نمبر كام؟ هاي هاي نمبر 3. احتماليه حدوثه عاليه جدا وفي نفس الوقت الامباكت بتاعه عليا عالي جدا. نفس الموديل موجود في الاستراتيجيك مانجمنت باسم الايشو برايورتي ماتريكس. نجيبه معلش يا جو. نفس الموديل بالظبط موجود عندنا هنا باسم ايشو برايورتي ماتريكس. بالكومن سنس احنا بنتكلم هنا على الاكسترنال فاكتورز، تيجي من البيستل، تيجي من البورتر، تيجي من اي موديل خارجي. طيب امال ده بيعمل ايه؟ بناخد الحاجات، يعني مثلا احنا كنا بنتكلم على البيستل دلوقتي، حلو، لقينا مثلا الانفليشن في مصر كان مثلا 10% في 2020 بقى 12% في 2022. طيب تأثير الانفليشن ده على الشركة شكله ايه؟ قلت لي اه لا ده هيبقى عالي جدا. يبقى انا فين دلوقتي يا جماعة؟ عايز احطه هنا. انا فين هنا تأثير العالي؟ يا 3 يا 6 يا 9. الثلاثة دول هاي امباكت. طيب احتمالية ان الانفليشن ده يكمل بالصورة العالية بالمنظر ده شكلها ايه؟ عالي جدا. يبقى انا هاجي فين؟ اروح كاتب هنا الانفليشن ريت. طيب ناخد حاجه تاني زي مثلا الامبلويمنت. الامبلويمنت كانت نفترض 75% وابتدت تزيد في اخر سنتين وصلت الى 90%. يبقى هي بيحصل فيها ايه؟ امبروفمنت. طيب الامباكت بتاعها عليا هيبقى، او خلينا نعملها العكس يا جماعه، بقت مثلا 60%، يبقى هي بتحصل لها ايه هنا؟ بتسوء. طيب تاثير ده نازله رقم كبير، او خلينا نقول ل 40% من 75% ل 40%، ده هيعمل ايه عليا انا؟
الناس دي طالما ما بتشتغلش يبقى الانكم بتاعها هيقل، بقى انا اروح في داهيه، يبقى الامباكت بتاعها مثلا هيبقى هاي. يبقى فين يا جماعه؟ هنا في اي حاجه من الثلاثه. طب احتماليه اني اكمل بالمنظر ده احتمال متوسط، يبقى انا هاجي فين؟ هنا في 6، اروح كاتب هنا الامبلويمنت. وبالتالي الايشو برايورتي ماتريكس هو عباره عن ماتريكس بيفلتر لي ايه؟ تو ايتمز اللي هم ايه؟ الاوبورتيونيتيز والثريتس. الايشو برايورتي ماتريكس تقول لي ازاي؟ نرجع للبروجكت مانجمنت. هو كلمه ريسك في البروجكت مانجمنت معناها ايه؟ هل معناها حاجه نيجاتيف؟ ممكن تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى بوزيتيف او نيجاتيف. الله ينور عليك. يبقى كلمه ريسك اكوردنج لقواعد البروجكت مانجمنت حاجه ينطبق عليها الكلمه دي يا جماعه. الكلمه دي اللي هي ايه؟ حاجه انسرتن، ايذر بوزيتيف او نيجاتيف. هنا نفس الكلام. ايه اللي ممكن يتحط في الموديل ده؟ الايشو برايورتي ماتريكس يتحط فيه اوبورتيونيتيز، يتحط فيه ايه؟ ثريتس. هو بيعمل ايه للاوبورتيونيتيز والثريتس؟ بيعمل لي برايورتيزيشن. ممكن حضرتك في البيستل تطلع 50 نقطة مثلا في البوليتيكال والايكونوميك، اجمالي النقط دي 50 نقطة، حلو. هتعامل معاهم بنفس الدرجة؟ لا. فأنا لما أجي أركبهم هنا على الايشو برايورتي ماتريكس اللي أنا هحطهم على دماغي وأصوت زي ما بيقولوا هيبقوا فين؟ هنا. سواء بالإيجاب أو بالسلب. اللي بالإيجاب هيبقى إيه؟ opportunity. يبقى ادور ازاي تو كاتش الاوبورتيونيتي دي. طب اللي بالسلب ده ايه؟ ثريت. يبقى ادور ازاي تو ايه؟ تو افويد الثريت ده. يبقى بالتالي لو حد قال لك وانت بتعمل ايه في الايشو برايورتي ماتريكس بتحطه فين؟ اقول له بص يا فندم انا عندي في الاكسترنال فاكتورز في عندي الايفاز، في عندي الايشو سوري، في عندي البيستل، في عندي البورتر 5 فورس موديل. ممكن بعد البورتر 5 فورس موديل او مثلا حاجه زي البيستل احط مين؟ كاني باخد الحاجات اللي طلعت من البيستل او الفايف فورس موديل واعمل ايه؟ واحطها هنا. يعني مثلا لما نيجي نتكلم بعد شويه على البورتر فايف فورس موديل، انا بدور ببصيت لقيت ان البارجنينج باور بتاعه الكاستمرز عاليه جدا. طيب بعد ما طلعتها كده تيجي فين هنا؟ لقيت ان تاثيرها عليا مش عالي لان انا بعمل كونتينوس انوفيشن، فانا هطلع في حاجه من الثلاثه دول. وفي نفس الوقت احتماليه انها تكمل مش عاليه قوي، يبقى انا جاي فين؟ هنا. يبقى النقطه بتاعه البارجنينج باور بتاع الكاستمرز دي طز فيها. طيب تعالى للنقطه الثانيه، بارجنينج باور اوف سبلايرز، لقيتها عاليه جدا لان الصناعه بتاعتي ما فيش فيها غير سبلاير واحد بس. وفي نفس الوقت احتماليه ان سبلايرز تانيين ينزلوا صعب قوي لان النوع ده من الصناعه محتاج انفراستراكشر عنيف. يبقى انا فين هنا يا جماعه؟ يبقى هاي امباكت وفي نفس الوقت البروبابيلتي انها تكمل ايه؟ فممكن ساعتها يبقى الحل الوحيد انك تعمل حاجه اسمها ايه؟ باكورد انتجريشن. يعني ايه باكورد انتجريشن؟ انا هعمل شركه تو سبلاي ماي سيلف بالرو ماتيريالز او بالايكويبمنت اللي انا عايزه. فهمنا يا جماعه الدور او الايشو برايورتي ماتريكس بيجي فين؟ دكتور عايز اسال سؤال. جو اهيد. احنا لما خدنا المره اللي فاتت فلوس وعبدناها ويتس وريت، تمام؟ ايه الفرق بينه وبين ده؟ لا التوز دي لسه هتيجي في النص. احنا قلنا في اول يوم كده لو تفتكري انبوت فيز وماتشنج فيز وديسيجن فيز. الانبوت فيز كنا قلنا ايه؟ وان دايركشن يا انترنال اكسترنال. لكن التوز دي عباره عن ايه؟ ماتشنج فيز انترنال مع اكسترنال يطلع لنا استراتيجيز. فانسي خالص دلوقتي التوز، لما نيجي نشرحها هتفهمي ايه الفرق بينها. لكن ده انا عندي عندي تحليل خارجي بستخدم فيه السي بي ام، بستخدم فيه البيستل، بستخدم فيه الفايف فورس موديل. مثلا الثلاثه دول بعد ما اعمل التحليل ده عايز اشوف النقط اللي طلعت منها كلها هل بنفس الاهميه؟ لا. طب اعرفها ازاي؟ احطها هنا. يبقى الايشو برايورتي ماتريكس بيعمل لي ايه يا باشا؟ بيحدد لي ايه؟ الله ينور عليك. بيحدد لي، بيدي برايورتيزيشن للاوبورتيونيتيز والثريتس اللي طلعت منين؟ طلعت من البيستل ماشي، طلعت من السي بي ام ماشي، طلعت من الفايف فورس موديل ماشي. حتى بعض الناس بيصعبوها على نفسهم قوي، اشوفها في الامتحانات الكومبرنسيف في البروجكتس. نقطه في البوليتيكال اللي راح اعمل لها ايشو برايورتي ماتريكس، نقطه في الايكونوميك وحط ماشي. بس يفضل تعمل جدول مجمع كده بعد ما تخلص البيستل كله وتاخد النقط اللي طلعتها من البيستل تحطها على التسع مربعات دول. او ان انت اكشلي تعمل ايه؟ تخلص برضو الفايف فورس موديل وتروح عامل نفس الفكره.
فتقول لي بيزد على الايشو برايورتي ماتريكس انا شايف ان في البيستل بعد ال 10 او 20 او 30 نقطه اللي انا طلعتهم اهم نقطتين هيمثلوا اوبورتيونيتيز بالنسبه لي كذا وكذا، اهم نقطتين هيمثلوا لي ثريتس وبالتالي لما اجي اتفرج بعد كده على الاستراتيجيز والاكشن بلان بتاعك لازم يكونوا ايه بيغطوا الكلام ده، والا يبقى انت بتعمل اناليسيس في اتجاه وفي نفس الوقت كل اللي جاي بعد كده استراتيجيك اوبجكتيفز استراتيجيز اكشن بلان ما لهمش اي قيمه خالص. طيب يلا جو نقف بقى شويه عند الفايف فورس موديل، مفروض ان انتوا سمعتوا عنه قبل كده، هل هذا صحيح ام غير صحيح؟ طيب سهل ولا صعب الايشو سوري البورتر فايف فورس موديل؟ يعني ايه جينيريك؟ يعني الستيبل ده مخلينا نعرف بالظبط البوزيشن بتاع كل حاجه. اوكي هما كام فورس 5 ولا 6؟ هما بقوا 6 بقوا 6 بس يعني السته دي حط حته تنطيط شويه من فريد ديفيد. يعني فريد ديفيد قال لك ايه؟ هنحط نقطه سته. ايه يا سيدي النقطه السته؟ قال لك اذر ستيك هولدرز. بس يعني ايه اذر ستيك هولدرز؟ هما الخمسه دول جابوا لي كل الستيك هولدرز؟ لا. يعني مثلا البريشر جروبس موجوده هنا؟ لا. الجفرنمنت موجود هنا؟ فقال لك اي ستيك هولدر ما تذكرش في الخمسه دول حطوا فيه الفورس السته. بس يعني حته بس تبقى عارفها، لكن هي مش ذات تاثير عنيف جدا. طيب هو الفايف فورس موديل باشا مينا فور الفايف فورس موديل بيعمل اناليسيس للمايكرو انفايرمنت ولا الماكرو انفايرمنت؟ وخليك دقيق في الاجابه. تحت الركبه ولا فوق الركبه عشان نبقى مع بعض؟ الماكرو. طب مش هنزعل كده؟ امال البيستل كان بيستخدم في ايه؟ طيب ويتش بارت من المايكرو؟ الاكسترنال بارت اوف ذا مايكرو انفايرمنت، لان الانترنال بارت اللي هو كان ايه؟ كان الامبلويز والمانجمنت. ايه علاقه البورتر 5 فورس موديل بالامبلويز والمانجمنت؟ ده هو بيانلايز الكومبيتيتيف فورسز على اي صناعه في الدنيا، وبالتالي البورتر 5 فورس موديل بيستخدم تو انلايز ذا اكسترنال بارت اوف ذا مايكرو انفايرمنت. طيب حلو قوي. هما ايه الفايف فورسز؟ الرايفل. اللي هو ايه الرايفل يا جماعه؟ سوري الرايفل هو الرايفل هو الاكزيستنج كومبيتيتورز. كلمه رايفلز يعني اكزيستنج كومبيتيتورز، ملوش علاقه بالشريحه اللي انت رايح لها خالص. اوكي لا ما تقوليش كلمه سيجمنت. الدايركت كومبيتيتورز بتوعي، الدايركت كومبيتيتورز بتوعي هم مين؟ هي دي اسمها الرايفل. وبيعملوا ايه وشكل الكومبيتيشن ازاي؟ هنتكلم عليها دلوقتي. طيب نيو انترنت، يعني ايه نيو انترنت؟ شركه ثانيه هتنزل السوق بنفس البرودكت بروفايل ولا برودكت بروفايل مختلف؟ نفس البرودكت بروفايل. طيب السبستيتيوت، حاجة تؤدي نفس الغرض ولكن البرودكت بروفايل شكله ايه؟ مختلف. بارجنينج باور اوف بايرز او اوف كاستمرز. ودي هنختلف عليها شوية، فيها اختلاف شوية. آخر حاجة بارجنينج باور اوف ايه؟ اوف سبلايرز. طيب خلينا نبتدي في الأول بالبارجنينج باور اوف بايرز أو أحيانا بنقول اوف كاستمرز. عادة بتتفهم ايه؟ وعادة هتكون في الماركتنج سمعتوها بالشكل في اختلاف شوية بين الماركتنج والاستراتيجيك مانجمنت. البايرز هنا او الكاستمرز انا سمعتوها في الماركتنج ان هم مين؟ الاند يوزرز. هنا ما نقصدش كده. برضو ده مين اللي قال كده؟ عشان ده مش اراء شخصية. اللي قال كده فريد ديفيد. قال هو يقصد هنا بالبايرز او الكاستمرز الانترميدياريز. اللي هم مين؟ هول سيلر، ريتيلر، بروكر، دول اسمهم ايه؟ اسمهم انترميدياريز. طيب حلو جدا. طب ممكن نضيف معاهم الاند يوزر؟ في بعض الكتب تقول لك حط الاثنين وخلاص. حط لي البارجنينج باور بتاعت السبلاي بتاعت الانترميدياريز بلس كمان حط لي الاند يوزر. لكن هو اوريجينالي هو يقصد بيها الانترميدياريز اللي هم مين؟ اللي هم الهول سيلر والريتيلر. امتى البارجنينج باور بتاعت الكاستمر تبقى عاليه؟
عشان ما تنساش الحته دي، فكر هو اكشلي لو الـ لو الانترميدياري ده ويل نون براند اسمه كبير بيوزع لي او بياخد مني كميات كبيره، عنده نتورك قوية جدا، يبقى البارجنينج باور بتاعته بقى شكلها ازاي؟ طب لو طبقنا الكلام ده على الاند يوزر، لو الاند يوزر قصاده منافسين كتير غير انا وفي سبستيتيوتس كتيره، يبقى البارجنينج باور بتاعت الكاستمر ساعتها والاند يوزر تبقى شكلها ازاي؟ هاي. حاجه تاني كمان بنشوفها، الاند يوزر ده لو النولج بتاعته عاليه يبقى البارجنينج باور بتاعته بقى شكلها ازاي؟ عاليه برضو. فاهم؟ عارفين حاجه كده ويب سايت شهير اسمه ياقوطه، وياقوطه ده بيعمل ايه؟ بيعرض منتجات كتيره بتتباع بنفس نفس المنتج بيتباع اسعار مختلفه فين؟ في اماكن مختلفه. قبل ما اروح اشتري لو انا دخلت بصيت على ياقوطه ده هيخليني انا كاند يوزر البارجنينج باور بتاعتي هاي ولا لو؟ هاي. انا بقول لك بكام اللابتوب الفلاني؟ تقول لي ب 5000. ليه؟ انا شايفه على ياقوطه عند كارفور ب 4800. فدي نقطه مهمه جدا. طيب نيجي للبارجنينج باور بتاعت السبلايرز. لما نيجي نتكلم على الحته دي ما ننساش مثال كده لطيف جدا، تترا باك. الشركه دي جنسيتها ايه يا جماعه؟ سويدي. تترا باك قعدت في السوق المصري سنين طويله جدا، مسيطره جدا. ولو تاخدوا بالكم منصور لما جه ينزل لبنيتا زمان مرضاش ينزلها في عبوات تترا باك، نزلها في عبوات ايه؟ بلاستيك. وهي لغايه دلوقتي موجوده في، عارفين تترا لبنيتا ليه؟ قال لك ما احطش نفسي تحت رحمه السبلايرز، انا هعمل ايه؟ هعمل باكورد انتجريشن وهعمل مصنع بلاستيك بتاعي، اعمل عبوات البلاستيك احط فيه. طبعا دي خسرته لان البلاستيك بيقعد ايه 15 يوم 30 يوم الله ينور عليه، لكن التترا باك ممكن يقعد 3 شهور او 6 شهور ما يحصلوش حاجه. طيب امتى السبلاير يتنك عليا انا كشركه؟ لما يكون سول سبلاير، لما يكون الكواليتي بتاعت المنتج بتاعته عاليه، لما يكون الانوفيشن في البرودكت بتاعه عالي، لما يكون في حاجه اسمها كارتل. حد يعرف وات از كارتل؟ عصابه. دي اكشلي بس احنا ما نقصدش كده في البيزنس عصابه، يتامروا على حاجه معينه. حلو جدا. طب انا عايز احطه هنا مع مين؟ هو بيحتكر اوكي تحديد. طب هل الكوبريشن بين السبلايرز لازم بالضروره يبقى الليجل؟ واحنا بنتكلم على كارتل. حلو قوي، حلو جدا. يبقى ممكن يبقى ليجل وممكن يبقى ايه؟ حد يقول لي اشهر 3 ليجل كارتلز في العالم مين؟ اشهر 3 ليجل كارتلز. ها؟ ايوه، ما انا الاقي بقك جايب على اوف، انا قلت انت فاهم كده. اوباك ده نمبر 1، وفي حاجه اسمها الاياتا، وفي حاجه اسمها دي بيز. البنات المفروض يبقوا عارفين دي بيز، هم عارفين لازوردي وعارفين دماس، لكن ده براند شهير جدا بتاع الماس بره مصر، لانه ده الاتحاد العالمي للماس اسمه الدي بيرز. الاياتا انترناشونال ايرلاين ترانسفير اسوشيشن، الاتحاد العالمي للطيران. ده الاوبك. حد يعرف اختصار ايه اوبك؟ هل البي مثلا دي بتروجيت والاي دي ام بي ولا ايه؟ طيب اقلبها، ما هو احنا لازم نبقى عارفين اختصار. اقلبها عربي، اسمها ايه بالعربي؟ اسمها منظمة الدول المصدرة للبترول، Organization of Petroleum Exporting Countries. اسمها بالعربي Organization of Petroleum Exporting Countries. هي الاوبك ليه بنعتبرها كارتيل؟ مش هم الدول اللي فيها هم اللي بالسبلايرز بتوع البترول؟ اه. طب هم مش متحدين مع بعض؟ اه، عشان يكونترول حاجتين، الكميات وايه؟ والاسعار. بس ده مش الليجل، ده ليجل. وبالتالي مش لازم دايما الكارتلز يكونوا ايه؟ الليجل. طيب وجود الكارتل يزود البارجنينج باور بتاعه السبلاير ولا يقللها؟ يزود، خصوصا لو الكارتل ده داخل فيه مين يا جماعه؟ معظم السبلايرز. ما هو لو ثلاث ارباع سبلايرز بره الكارتل، الكارتل ضعيف. لا، كل السبلايرز داخلين في الكارتل، يبقى الكارتل ده شكله ايه؟ قوي. يبقى البارجنينج باور بتاعت السبلاير شكلها ازاي؟ عاليه جدا. فنخلي بالنا من القصه دي. طيب
نيجي للنقطة اللي في النص اللي هي الرايفل، اللي هي طبيعة المنافسة بين المنافسين. أنا نازل دلوقتي الصناعة فبعمل الاناليسيس ده، فأنا عايز أشوف قبل ما أنزل هو طبيعة المنافسة دلوقتي شكلها إزاي. المنافسة يا جماعة، أي حكومة في الدنيا بتشجع المنافسة لسببين، حد يعرف إيه هما؟ الحكومة دايما بتشجع المنافسة لسببين، أول حاجة عشان الكواليتي تعلى والسعر يقل، والحاجة التانية عشان الأفيليبيليتي بتاعت البرودكتس. أنا لازم أسأل نفسي وأنا نازل الصناعة دي، هو الكومبيتيشن اللي موجودة هيلثي ولا أن هيلثي؟ طب هو إيه الفرق بين الاتنين؟ إيه، إحنا عندنا حاجتين يتحطوا تحت الهيلثي كومبيتيشن وحاجتين يتحطوا تحت الأن هيلثي كومبيتيشن. الهيلثي كومبيتيشن حاجة من اتنين، فأنا بخبط في حضرتك هعمل إيه؟ ينزل منتج احدث من اللي عندك، مور انوفيتيف، ينزل منتج ارخص منك. فدول الطريقتين الاساسيتين للهيلثي كومبيتيشن. طب الان هيلثي كومبيتيشن حاجه من اتنين اساسيين، يا اما اطلع عليكي رومرز يعني اشاعات، يا اما اعمل حاجه اسمها دامبينج. يعني ايه دامبينج؟ احرق البضاعه. فانا اميز احرق او اعمل اغراق للسوق، الاثنين دول يعاقب عليهم القانون. فانا قبل ما انزل السوق لازم اعمل اناليسز للكومبيتيشن، از ات هيلثي ولا ان هيلثي، از ات ايثيكال ولا ان ايثيكال. طب لقيتها ان ايثيكال وانا ماليش في الان ايثيكال يبقى مش هنزل السوق ده. لو لقيتها ايثيكال وانا اقدر تو كومبيت يبقى انا هنزل السوق ده. طيب ده ايه يا جماعه؟ لا لا لا، نيجي بعد كده للنيو انترنت. احنا دلوقتي في 2017 عندي فودافون واورنج واتصالات، مين النيو انترنت هنا؟ وي. فده بيدخل بنفس البروفايل لكن هو شركه جديده لكن نفس البرودكت بروفايل. طيب النيو انترنت عشان يدخل السوق الموضوع سهل ولا صعب؟ حسب الصناعه. طب ايه المعوقات اللي قدامه؟ حاجه بنسميها انتري باريرز، حاجه بنسميها انتري باريرز. دي موجوده فين يا جماعه؟ موجودة قصاد النيو انترنت عشان ينزل السوق. طب زي ايه؟ ماشي، لايسنس او بيتنسي. فلو الشركات المنافسين بتوعي ليهم لايسنس وليهم بيتنس وانا مش قادر اخد لايسنس مش هقدر انزل السوق. ايه تاني؟ فكر يا جماعة، فكر يا جماعة، انا دلوقتي عشان انزل السوق يعني ايه كومبيتيشن؟ ما هو اكشن، ما هو في البيتنس. يعني ايه ماركت شير؟ يعني وي وهي نازله السوق قدامها مشاكل زي ايه؟ اول حاجه تاخد لايسنس، تاني حاجه الناس عندهم ولاء لمين؟ للي موجود. يبقى لويالتي لمين؟ للاكزيستنج كومبيتيتورز. طيب لويالتي ها؟ انا ماليش دعوه بايه اللي هتعمله، انا بقول ايه المشاكل اللي قدامك هتقدر تتغلب عليها ولا مش هتقدر، حسب ايه؟ حسب قوه الشركه بتاعتك. طيب سؤال صغير، هو انا دلوقتي انا كوي لما انزل مش محتاج محطات وشبكات وابراج؟ يبقى ده اسمه ايه؟ انفراستراكشر. وكل ما تكون الانفراستراكشر صعبه كل ما يكون الانتري بارير شكله ايه؟ صعب جدا. يعني حاكي الانفراستراكشر في السوبر ماركت شكله ايه؟ ضعيف جدا، ايه مشكلة؟ لكن الانفراستراكشر في حاجه زي تيليكوميونيكيشن كمباني شكلها ازاي؟ صعب جدا. حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم نخلي بالنا منها، اسمها ايه؟ النو هاو. النو هاو تربط مع البيتنسز؟ ايه علاقه الديب دي؟ نو هاو سر الصنعه، لكن البيتنس انا عندي رخصه ولا ما عنديش. يعني ناخد مثال مثلا في مصر، مولتو. ومين الشركه دي؟ احنا قلنا اسمها ايه؟ مولتو. شركه ايه؟ إيديتا. مين الاونر؟ هاني بيرزي. هاني بيرزي مصري يوناني، فهو جايب النو هاو بتاع الكرواسون من اليونان. لما جه ينزل مولتو في 2002 قالوا له انت مجنون، المصريين ما بياكلوش كرواسون، المصريين على قدهم. قال لهم لا، انا هنزل المولتو مصر وفي يوم من الايام هيبقى كلمه مولتو هي الجينيريك نيم بتاع ايه؟ بتاع الكرواسون. اول ما نزل زمان انا فاكر في بعض الناس كانت بتتريق تقول لك عيش بشوكولاته، ناس مش فاهمه يعني ايه كرواسون.
خلاص الراجل دلوقتي وصل لمرحله المنافسين بتوعه قادرين عليه لا مش عارفين يعملوا نفس النوها ويعني نزل براند قبل كده اسمه اولي ما كانش بنفس الكواليتي مش عارف يس حاجات كتيره جدا النوها وعند مين عند هاني بيرز مثلا النوها بتاع البطاطس بتاع ماكدونالدز في حد عارف يعملها لغايه دلوقتي لا تبقى انت بتروح كنتاكي تقول والله مشكلتي انا بحب الفراخ بس مشكلتي ان انا نفسي اكل البطاطس بتاعت ايه بتاعت ماكدونالدز خلاص عنده نوها النوها مثلا بتاع ستاربكس ما في براندز كتيره جدا موجود زي تيم هورتن وزي حاجات كتيره جدا لا ستاربكس ليه نوها وليه تيست ملهاش حل يبقى معنى كده النوها دي احد الايه احد الباريرز حاجه مهمه جدا 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 اللي اسمها ايه الماس برودكشن يعني انا دلوقتي بيبي فاين نازل قصاد بامبرز بامبرز بيبيع في اليوم نفترض 1,000,000 يونت انا هنزل هبيع في اليوم 1,000 يونت يبقى بامبرز برغم انه علامة اشهر مني هيبيع بسعر شكله ايه ربما اقل مني عشان عنده ايه ماس برودكشن فبالتالي لازم استحمل شوية في الاول لغاية ما اوصل لنفس البرودكشن كاباسيتي بتاعت مين بتاعت بامبرز طب هقدر استحمل ولا لا ده محتاج مني ايه يا جماعة محتاج كابيتال ما عنديش كابيتال او ما عنديش فلوس هنزل شوية لا نفسي مش ببيع طب مش بتبيع ليه عشان حاجة حاطط سعر ربما قد او اغلى من مين من بامبرز وهو براند قوي وانت اضعف منه هيحصل ايه هتفضل بمنظر ده تموت تخرج من السوق فدول اشهر بعض نقاط بنعتبرها انتري بارز وانت نازل هعرف اكنترول دول يبقى تنزل مش هتعرف تكنترول دول يبقى ما تنزلش ما عنديش انفراستراكشر طب هنزل ازاي ده مش كده بس يا جماعه انا مش بقيسهم ليا انا بس انا بقيسهم كمان للي بعدي طب انا شركه قويه هعرف اجيب بيتنس حلو الولاء ده هعرف اتصرف معاه الانفراستراكشر عندي قوي جدا النو هاو عندي قوي طب حلو جدا لو كل الحاجات دي صعبه وانا هتغلب عليها دي هتبقى ميزه ليا لان هي هتصعب على مين بعد كده على اللي بعدي فلو انا هقدر انزل برغم الصعوبات واللي بعدي هيبقى صعبه جدا بالنسبه لي يبقى انا مطمن ولا انا مطمن ليه معنى كده ان السوق ده مش بسهوله حد ينزله يبقى معنى كده بعد ما ننزل السوق ده هيبقى صعب قوي يبقى كويس لكن لو السوق ده مفتوح واي حد يقدر ينزل اخاف ان انا بعد ما انزل الاقي 1,000,000 واحد نزل بعدي يبقى التورته هتعمل ايه هتتفتت يبقى معنى كده هتبقى فيه مشكله يبقى احنا بنتكلم على النيو انترنت لازم اشرح ايه الانتري باريرز واشوف كل واحده منهم هاي واجي في الاخر اقول الانتري باريرز كولكتيفلي بناء على تقييم الحاجات دي يا هاي يا ميديوم يا لو طيب نيجي بعد كده للسبستيتيوت هات اشوف السبستيتيوت يوضح لنا برضو يدي كل واحده بوينتس لا مفيش بوينتس هنا لا احنا بن ايفالويت هي هاي ولا ميديوم وبنقول كل واحده من الخمسه دول وبعدين تيجي في الاخر تقولي لي لا انا شكلي كده مش هنزل السوق ده ليه حضرتك مش هتنزلي انا لقيت النيو انترنت بسهوله جدا يدخل بعدي البارجنينج باور بتاعت السبلاير عاليه جدا مش عارف اتصرف فيها البارجنينج باور بتاعت الكاستمرز عاليه جدا مش عارف اتصرف فيها الثريت اوف سبستيتيوتس عاليه جدا الرايفلي ان ايثيكال طب هتنزل ليه انت نزلت كده هتروح في داهيه فانا ممكن بناء على كده اقول ايه لا انا مش هنزل او لا انا هعرف اتصرف وانزل فهو بيحدد لك كولكتيفلي في الاخر هقدر انزل السوق ده ولا مش هقدر هناخد شويه اكزامبلز برضه عشان نقربها للناس يعني ايه سبستيتيوت يعني انا دلوقتي ممكن اعتبر ان الجوس مثلا هي سبستيتيوت لمين القطر يعتبر سبستيتيوت لمين للطيار عندنا مثال لطيف هنقوله هنا سمعنا عن راين اير راين اير اه انت عارفان ليه يعني ده شركة محترمة حاجه هي مش لو واقعه هي LCC لو كوست كارير بس هي مش واقعه قوي يعني هي واقعه شويتين مش واقعه مش قوي يعني شويتين احنا عندنا شركه في امريكا وشركه في اوروبا شركه في امريكا اسمها ساوث ويست سمعنا الاسم ده ساوث ويست وفي اوروبا اسمها راين اير حضرتك مفيش لا وجبه ولا ميه ولا اي حاجه يمكن كمان لو هتدخل التويليت يبقى بكوينز ليه هشيل لك كل الكلام ده انت عايز تجيب سندوتشات وانت طالع جيب اعمل اللي انت عايزه بس انا هحط لك ايه في الاخر
كوست قليل جدا، كمان الشنط اللي هتاخدها معاك قليله جدا. ليه؟ انا طالع لوحدي ومش عايز، وهي رحله ساعتين ثلاثه، مش عايز اكل، مش عايز اشرب، فخلاص ريحني القصه. بس اديني في الاخر ايه؟ دي بتشتغل على يوروب، والثانيه ساوث ويست بتشتغل على ايه؟ حد يعرف في الميدل ايست طيران اسمه ايه؟ العربيه، طيران العربيه برضو، ده طيران لو كوست كار ال سي سي، بيطلع من برج العرب. الله ينور عليك. ليه بيطلع من برج العرب؟ عشان ما ياخدش مطارات كبيره، الايجار بتاعها بيبقى غالي، فيروح لمطارات ايه؟ اي كلام يعني، مطار معلوش ترافيك عالي. ليه؟ عشان يدفع فيز اقل. وانت بقى انزل في برج العرب، اخد لك مواصلات لاسكندريه، للقاهره، لسوهاج، انت حر، دي حاجه ترجع لك انت. راين اير ده مين السبستيتيوت بتاعه؟ حاجه اسمها يورو ستار. وات از يورو ستار؟ القطر السريع اللي موجود في يوروب. وحضرتك ايه الميزه الاساسيه بتاعت الطيران؟ ايه هي؟ سرعه. كام يا سيدي؟ قد ايه من مثلا من فرنسا لايطاليا؟ ساعتين. القطر لو اخذ له ساعتين ونص، ما يعني ما انت عشان تطلع تدخل مطار واجراءات الامن وترجع وتطلع مطار، هي نفس الفكره. يبقى هنا اقدر اعتبر ان يورو ستار از ايه؟ از ا سبستيتيوت لمين؟ ل راين اير. فهل انا هعرف اتعامل معاه؟ لو ما عرفتش يبقى مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ ناس كتير هتقول طب ما هو القطر مكيف وشكله حلو جدا والقعده فيه لطيفه جدا ومفيش اجراءات بقى دخول وخروج وقرف زي كده، وفي نفس الوقت الكوست بتاعته شكلها ازاي؟ ربع الكوست بتاع الطيران. يبقى راين اير هيحصل لها ايه؟ هتوقع. فانت لازم تدرس السبستيتيوت. يلا جو ماشي خلاص، احنا قلنا الباور السته عندنا هنا اهو، ده اللي احنا كنت بتكلم عليه يا جماعه. ده هنا ادي راين اير اهي، واللي قصاده الناحيه الثانيه اللي هو ايه؟ يورو ستار. فده زي ما احنا قلنا هو بقى سترونج كومبيتيتور لي. ماشي. دي حته مهمه جدا، يمكن معلش انا نسيت احطها هنا، حاجه اسمها سويتشنج كوست. حاجه اسمها سويتشنج كوست. السويتشنج كوست هي تكلفه، التكلفه اللي بيدفعها الكاستمر عشان ينقل من براند لبراند تاني. يعني مثلا انا الاكاديميه البحريه، الاي ار بي سيستم اللي عندي اللي هو الانتربرايز ريسورس بلاننج هو ساب، ما انبسطتش منه وحبيت اغيره الى اوراكل. وات اباوت سويتشنج كوست؟ هاي ولا لو؟ فيري هاي. طب سويتش كوست دي بتاعت ايه؟ اللايسنس اللي اشتريت بيها ساب، التريننج اللي الناس اخدوه قبل كده، الوقت والفلوس اللي هصرفها عشان ارجع ادرب الناس على ايه؟ وبالتالي انا كساب ابقى مطمن ولا مطمنش في حته النيو انتري؟ لا مطمن. ليه؟ لان السويتشنج كوست هنا شكلها ايه؟ فيري هاي. بتلاحظوا حاجه يمكن انا حطيتها في السلايد اللي بعده يا جو؟ لا او موجوده هنا. شركات زي ابل وزي سامسونج، ده اندرويد والتاني ايه؟ اي او اس. بيخليك تفكر مليون مره قبل ما تنقل عشان حاجه اسمها ايه؟ الديتا تراب. انا الديتا بتاعتي كلها على ايه؟ على مثلا الاي كلاود. عشان تتنقل على سامسونج قصه صعبه جدا، فانا هضطر اعمل ايه؟ الجهاز اللي معايا باظ، هشتري معايا ايفون، هشتري ايه؟ فدي بتبقى حركات يعني معموله عشان نربط الكاستمر معانا، وبالتالي نعمل ايه؟ نرفع نخلي السويتشنج كوست ايه؟ فيري هاي. ماشي جو. الكارتيل ده احنا قلناهم خلاص. ده مثال. عارفين اندر ارمر يا جماعه؟ عارفين اندر ارمر؟ مين المنافسين بتوعه؟ يا جماعه اندر اشهر منافس لاندر ارمر مين؟ نايكي واديداس. يا جماعه دول اشهر اثنين. كاتيجوري ايه؟ سوري، ايه السبيلنج بتاعه؟ اوكي ماشي ماشي، زعلش قوي. ماشي اوكي، قال لك انا راجل هاي كلاس وبلبس حاجات يعني نايكي دي بتاعت الناس الغلابه. هو طبعا ده اعلى شويه من نايكي بس ستيل لغايه دلوقتي يعتبر نايكي واديداس هما اكتر اتنين منافسين ليه. ننزل كده. طيب الكومبيتيشن، لما نيجي نبص الكومبيتيشن هنا، احنا عندنا نايكي اند اديداس، هما اكشلي دول اشهر اتنين. طيب المشكله في حاجه صغيره، نايكي واديداس عندهم ايه يا جماعه؟ عندهم ريسورسز عنيفه جدا اكتر من مين؟ من اندر ارمر. فده ممكن يساعدهم ان هم يبقوا مور باورفول. ماشي. ايه تاني؟ بارجنينج باور اوف سبلايرز. ده بيعتمد على ايه بقى؟ عدد السبلايرز قد ايه؟ لو عددهم كبير يبقى البارجنينج باور بتاعهم شكله ايه؟
قليل ماشي. نيجي للكاستمرز. الكاستمرز هنا احنا قلنا هما مين؟ يا انترميدياريز يا اند يوزر. اندر ارمر كبراند الكواليتي بتاعته شكلها ايه؟ عاليه. يبقى البارجنينج باور بتاعه الاند يوزر بقى هنا يبقى شكلها ازاي؟ ليميتد، مش عاجبك ما تشتريش. لكن لو الكواليتي بتاع اندر ارمر قليله يبقى البارجنينج باور بتاع الاند يوزر يبقى شكلها ازاي؟ طيب بالنسبه للانترميدياريز حسب برضو عددهم وحسب الباور بتاعتهم ماشي. النيو انترنس، الصناعه دي سهل الدخول فيها ولا صعب؟ صعب جدا. ليه؟ انفراستراكشر. وايه تاني يا جماعه؟ والنوها، فدي حاجه مش سهله. فبرضه ده يطمني انا كاندر ارمر ولا لا؟ لا يطمني جدا ماشي. السبستيتيوتس، يعني السبستيتيوتس برضه هي هتبقى زي ايه هنا يا جماعه؟ السبستيتيوتس في حاجه زي اندر ارمر، ما هو هما ده ايه؟ ده كومبيتيتور اولموست. هنا ما نقدرش نقول ان في يعني اولموست يعني كلير سبستيتيوت ماشي. شو مش هتجيب ايه سوري؟ ما عشان كده احنا بقول لك هنا ان انا الاقي سبستيتيوت. اكشلي انا بتكلم على جزم رياضيه، بتكلم على لبس. ايه السبستيتيوت بتاعها؟ لو فكرت فيها اولموست ما فيش حاجه ابليكابل يعني. طيب حد ليه سؤال في البورتر 5 فورس موديل؟ حد ليه اي سؤال في البورتر 5 فورس موديل؟ طيب هناخد اخر حاجه النهارده اللي هي الاي سوري الاي فاز. احنا فين يا جماعه؟ احنا اكسترنال. ايه هو الاي فاز او الاي اف اي؟ اكسترنال فاكتور اناليسيز سمري او اكسترنال فاكتور ايفالويشن. طيب احنا جبنا سيره الحته دي في اول محاضره لو تفتكروا، فخلينا كده نبص عليها. هو الاي فاز هنا هيعمل لي ايفالويشن لمين؟ هو اكسترنال، يبقى لمين؟ اوبورتيونيتيز ومين؟ وثريتس. هو ايه فكره الاي فاز عن السوات الطبيعي اللي كنا بنعمله زمان؟ فكرته ببساطه شديده جدا ان انا بعمل كوانتيفيكيشن للايتمز. يعني زمان لما كنا بنعمل السوات بالشكل التقليدي انا طلعت 10 اوبورتيونيتيز، مين الاهم فيهم؟ معرفش. طلعت 10 ثريتس، مين الاهم فيهم؟ معرفش. لكن ده بيقول لك ايه؟ لا، حط لي الفاكتورز سواء الاوبورتيونيتيز او ثريتس تحت كل حاجه منهم، بس التوتال ويت بتاع الاوبورتيونيتيز والثريتس يساوي كام؟ واحد. هل معنى كده انه النقاط اللي احطها تحت الاوبورتيونيتي لازم تاخد 50% والثريتس؟ مش بالضروره، بس في الاخر يعني لو حطيت 70% اوبورتيونيتيز و 30% ثريتس مش مهم، في الاخر هما واحد. عاده بتمشي 50-50 الا لو في حاجه. طيب عندي كام نقطه؟ نفترض عندي 2 اوبورتيونيتيز نفترض واثنين ثريتس، يبقى بالتالي وهم كلهم ايكوال لبعض يبقى كل فاكتور هنا كام؟ 25%. طيب السؤال هنا هو ايه هو الويت؟ الويت اهميه النقطه دي لمين؟ للاورجنايزيشن. يبقى الويت هو الامبورتنس اوف ايذر اوبورتيونيتي اور ثريت تو دي اورجنايزيشن. طيب نيجي بقى للريت. ايه هو الريت؟ الله ينور عليك. قدرة الشركة أو المؤسسة على الاستفادة من نقطة القوة سوري من الفرصة والتعامل مع إيه؟ مع التهديد. ناخد مثال، يعني لو إحنا كتبنا كده إنه أحد مثلا الأوبورتيونيتيز اللي قصادنا إنه عندي كومبيتيتور اسمه إكس حصل له بان ايه؟ بانكربسي، يعني فلس. كويس، دي اوبورتيونيتي. طيب ثريت انه مثلا الانترست ريت، او خليني اقول لكم حاجه سهله كده، مثلا الثريت مثلا انه الـ مثلا الانفليشن زاد بنسبه 30% versus last year. طيب انا دلوقتي كشركه
عندي ريسورسز عنيفه جدا، فكون ان المنافس ده فلس احتماليه ان انا اقدر اخد كل الماركت شير بتاعه او معظم الماركت شير بتاعته عاليه جدا. يبقى انا هحط هنا في الريت كام؟ الريت يا جماعه 1-4 ده لمين؟ ده فريد ديفيد. من 1-5 ده مين؟ توماس ويلين. فهو خلينا في فريد ديفيد، قال لك 1-2-3-4. 1 هو الاقل و4 هو، فبالتالي لو الشركه هتعرف تستفيد من خروج المنافس ده استفاده عاليه جدا، يبقى هحط للنقطه دي كام؟ 4، او اروح ناحيه الثلاثه لو قل شويه. لا، انا ريسورسز بتاعتي زي الزفت، فالشركه اللي خرجت دي المنافس ده انا ولا هعرف اخد 0.5% من الماركت شير بتاعي، يبقى احط هنا كام؟ 1. طيب نفس النظام بالنسبه للثريت، الانفليشن ده هيخرب بيتي انا كشركه اكس. ليه؟ كل المنتجات اللي عندي غاليه وما عنديش في الـ في الـ في البايب لاين بتاع منتجات رخيصه، يبقى بالتالي ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا قدرتي على التعامل مع النقطه دي هتبقى ايه؟ ضعيفه جدا. هروح ناحيه يا 1 يا ماكسيمم كام؟ 2. طيب كويس جدا، يبقى انا عرفت ايه هو الويت وايه هو الريت. الايتم اللي بعد كده اسمه ايه؟ ويتد سكور. الويتد سكور هو حاصل ضرب مين؟ الويت في الريت. كويس قوي. كنا حاجه برضو قلناها في محاضره قبل كده، اوفرول كده في اول محاضره، لو احنا ماشيين بنظام فريد ديفيد، لو احنا ماشيين بنظام ماشي اللي هو الفورس، وهنا توماس ويلين، لو احنا ماشيين بنظام فريد ديفيد هنا ده 1-2-3-4-5، يبقى المتوسط بتاع الويتد سكور هو 2.5. جبنا الرقم منين؟ الله ينور عليك، 1+2=4، يبقى دي كده 10/4 ف2.5. وبالتالي لو طلع التوتال او الصم بتاع الويتد سكور 2.5، يبقى البيئه الخارجيه هنا شكلها ايه؟ متوسطه. طلع 2.25 او 2 او 1.5، يبقى رايحه فين؟ في داهيه. طلع اكتر من 2.5 يبقى ايه؟ طيب لو احنا اشتغلنا بنظام توماس ويلين هتبقى كام؟ هتبقى 3. جت منين؟ 1-2-3-4-5 15 على الخمسه فيها الكام؟ طيب لكن خلينا بس نمشي اكتر على فريد ديفيد. يبقى انا بعد ما اخلص النقط دي كلها هجمع التوتال ويتد سكور واشوف طلع كام. بوردر لاين 2.5، هايل اكتر من 2.5، اسوأ حاجه هتبقى ايه؟ اقل من 2.5. هات لنا كده الجدول اللي بعد كده جو. ايوه اهو، ادي عندنا مثال اهو. لو بصينا للمثال ده اهو، ادي حاطط الاوبورتيونيتيز اهو، هو هنا ده توماس ويلين عشان شغالين كله على 4. نيجي اللي بعده، سوري فريد ديفيد، معلش انا اسف. طيب شاطر كده، ادي برضو نفس النظام. ارجع جو معلش، هنا الاوبورتيونيتيز طالعه كام ومش جامعهم هنا ليه؟ انزل كده معلش يا جو تاني. اني هاو هنا الثريتس مثلا، لا سوري، ده جمع الـ هنا طالعه كام التوتال بتاع الايفاز؟ طالع 2.58، يعني 2.6. يبقى ده ايه؟ اعلى من المتوسط. يبقى معنى كده البيئه الخارجيه شكلها ازاي؟ عشان خاطر يا جماعه اي جدول تحطه يفضل تعمل ايه بعد ما تخلص الجدول؟ حط لي كومنت، الله ينور عليك. فتقول لي بما ان السكور بتاع الايفاز طلع 2.58%، يبقى معنى كده ان الاكسترنال انفايرمنت از ايه؟ عايز اقول كلمه كده بالانجلش، از فيفربل تو ماي كومباني. يعني انا كده معنى كده ان الظروف الخارجيه هتساعدني ان انا اكبر وان انا اعمل بزنس كويس. طلعت 1.8، يبقى الاكسترنال انفايرمنت از نوت فيفربل، يبقى انا رايح في كارثه. ماشي يا جو؟ ادي مثال لطيف اهو، جايب الاثنين اللي هم الاوبورتيونيتيز والثريتس، 2.1، 1.1، 5%، وهكذا التوتال 1. واحنا بنحط الايتمز دي السكورنج، ممكن تعمل حاجه لطيفه، حط في الاول ايكوال سكور لكل البوينتس، وبعدين نقول لا دي اعلى من دي، فانا هاخد من دي احط هنا. ولو تفتكروا في اول محاضره قلنا ايه يا باشا؟ كان في تكنيك بنستخدمه كده عشان ما حدش يستهبل، اللي هو الدلفي تكنيك. انا معايا كذا واحد بيعمل، كل واحد بيعمل الاكسرسايز ده على ايه؟
بس انا بحط بثبت نفس الايتيمز عشان مش كل واحد. فيا جماعه دي الايتيمز، كل واحد منكم يقعد لوحده يحط لي الويت والريت والريتنج سكور. لو لقيت في اختلافات لازم نقعد مع بعض. طب ليه حضرتك حاطط 4 للنقطه الاولى في حين الهانم هنا حاطه 1؟ يبقى نقعد نعمل ايه؟ نعمل نوصل لحاجه اسمها كومبرومايز. ماشي. لا انا معناها ان البيئه الداخليه او الخارجيه از فيفربل. اه طبعا داخل فيها النقطه بتاعتك، داخل فيها انه المعنى كده ان انا قدرتي على التعامل مع البيئه دي قدره جيده، لان هي داخله في السكور هنا اللي هي كانت الايه، كانت الريت. ما هو الريت معناها، فمعنى كده لو البيئه الخارجيه او الداخليه طلعت اكتر من 2.5 يبقى انا كده مستفيد جدا، ومعنى كده لا يعني خليكي مطمنه. هو واحد ده مش مش الافكت، مش الافكت بتاع الثريد. واحد ده قدره المؤسسه على التعامل مع الثريد. لكن لو الثريد ده خطير بديله وزن فين؟ في الويت مش في الريت. فلو الثريد ده يوديني في داهيه بدل ما اديله 2 من 10 اديله 4 من 10. لكن انا ممكن ابقى مديله 4 من 10 ومديله 4 ومدي 4 في الريت. ده معناه ايه؟ خطر عنيف جدا، بس الشركه عندها القدره على ايه؟ على التعامل مع الخطر ده. طيب السي بي ام يا جماعه هو بنفس الفكره بالظبط، ما فيهوش اي عبقريه، بس بدل ما نعمله لاوبورتيونيتيز وثريتس بنعمله لايه؟ للمنافس. فانا باجي اعمل ايه هنا يا جماعه؟ سوري؟ يس. بحط الشركه بتاعتي، يعني نفترض مثلا جدلا انا عندي هنا ابل، انا ابل وده سامسونج وده هواوي. حلو قوي. فانا هعمل ايه هنا يا جماعه؟ هحط النقط اللي انا هقيم عليها المنافسين بما فيهم انا. طب ايه النقط دي؟ كواليتي البرودكتس، السعر، عدد الاوتلتس، الديستريبيوشن تشانلز، البرايسنج استراتيجي. شوف الايتيمز اللي انت عايزها. طيب فانت حط الايتيمز هنا، الكاستمر سيرفيس، البرودكت كواليتي، اللوكيشن، براند. ماشي. هتحط لي ايه في الاول؟ الويت. التوتال ويت كام يا جماعه؟ هو على فكره احنا طالما عرفنا الايفاز والايفاز كل المودلز اللي هتيجي بعد كده هتيجي بنفس الفكره. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هكتب هنا ابل اللي هو مكان كلمه يور كومباني، ومكان كومبيتيتور 1 هحط مثلا سامسونج، ومكان كومبيتيتور 2 هحط هواوي، واجي اعمل ايه؟ طيب اهميه النقطه دي لنجاح اي شركه من الشركات دول زي الماركتنج، اه لا دي نقطه مهمه فانا مديها ربع مثلا. ماشي. هاجي بعد كده، طيب الماركتنج عند ابل شكله ايه؟ الشركه عارفه تستفيد منه كويس، يبقى هديها سكور كام؟ 4. لا الشركه الثانيه دي هديها مثلا 4 مثلا. الشركه الثالثه دي الماركتنج ضعيف جدا عندهم، فهحط ايه هنا؟ 1. وهعمل ايه بعد كده يا جماعه؟ هضرب السكور، ما اسموش ريت هنا بس اسمه سكور. هضرب السكور فين؟ في الويت. يديني حاجه اسمها ويتد ايه؟ سكور. طيب هنا مين اقوى كومبيتيتور في الثلاثه دول؟ الثاني اللي هو كومبيتيتور 1، لان كومبيتيتور اللي هو يور كومباني 2.5، كومبيتيتور 1 3.5، كومبيتيتور 2 2.15. حلو. انا هستفيد ايه من الجدول ده؟ ما انا لازم يكون فيه استفادات. ممكن تعمل ايه؟ لا انا موجود في السوق اهو، انا يور كومباني، انا موجود في السوق. حلو جدا. هعرف اخبط في مين؟ طب ايه تاني؟ اعمل بنش ماركينج. يعني ايه اعمل بنش ماركينج؟ مش في حاجه احنا قلناها قبل كده لو تفتكروا كان اسمها بي بي بي؟ يس. فانا خلاص البيست براكتس بنش ماركينج بالنسبه لي هو مين؟ هو هنا كومبيتيتور 1. فانا هعمل بقى نوع من ايه؟ نوع. طب ايه الماركتنج عندهم بيعملوا ايه؟ ده قوي جدا، اعمل كذا اللي مش عارف ايه، وفي نفس الوقت اروح للضعيف اخبط في نقط ضعفه. طب الكومبيتيتور الفلاني ضعيف في الحته الفلانيه، عشان اخد منه شير اعمل ايه؟ هخبط في الحاجه الفلانيه. فده اسمه سي بي ام اللي هو الكومبيتيتور بروفايل او كومبيتيتيف بروفايل ماتريكس. برضو اعتقد انه ماشي بنفس الفكره فما فيهوش اي مشكله. حد ليه سؤال فيه بقى يا جماعه؟ طيب ماشي، احنا خدنا جزء كبير يا جماعه النهارده. ارجع شو معلش. خد الايتيمز اللي انت عايزها. هو انا عشان اسهل لك القصه،
معظم النقط اللي لو طلب منك تقيمها في الكمبيوتر عشان ما تنساش تجيبها منين، لو قالوا لك انت لما تيجي تبص على منافس بتبص على ايه عنده؟ تقول له بص يا بيه عشان ما نعذبش نفسنا السيفن بيز، ما هو بص ما تلاقيك بالمنظر ده، انا ببص على البرودكتس اللي عنده، عدد البرودكتس وعدد الاس كيوز، ببص على البرايسنج استراتيجي، ببص على الديستريبيوشن بتاعه اونلاين واوفلاين وعنده كام عربيه بيشتغل مع مين، بروموشنال بادجت والبروموشنال تولز بتاعته، ببص على البيبل اللي عنده. شوف انت عملت ايه، بدل ما تقعد تحفظ انا بقيم ايه في المنافس، بقيم السيفن بيز بتاعته بس. فانت كده كل الحاجات اللي انت عايز تاخدها او تفكر فيها تيجي فين؟ انا بحاول بس ادي لك ادوات بسيطه عشان لو الذاكره اللي هي طبعا عندها مشكله دائمه عند معظم الناس فيها مشكله، يبقى انا سهله جدا بالنسبه لي. طيب سيبك من الفور كورنر اناليسيس او موديل. طيب هناخد اخر حاجه الاس فاز. الاس فاز هي عباره عن ايه؟ ما عنديش عبقريه خالص، انا عايز اجمع مين يا جماعه؟ اهم النقط من الاي فاز واهم النقط منين؟ من الاي فاز، واروح حاططه. يعني مثلا انا في الاي فاز كان عندي 10 نقط 5 و5، في الاي فاز كان عندي 10 نقط 5 و5، لقيت انه في نقطتين اهم في الـ في الـ في ال 20 نقطه دول، خد او في ال 10 نقط دول خد الاربع نقط دول وحطهم فين؟ في الاس فاز. الاس فاز اختصار ايه يا جماعه؟ استراتيجيك فاكتور اناليسيس سمري. هاتوا كده جو، معلش استاذن حاجه بس نطفي النور الجزء لا العكس. طيب لو بصينا هنا يا جماعه ركز معايا، هو برضو الدنيا صعبه شويه بس اني هاو انا بس يعني الكواليتي مثلا كانت اول نقطه هنا، الكواليتي كانت اول نقطه هنا. ما انتظر يعني، حلو السؤال ده، هو المفروض هيبقى في الماتشنج بس هو فريد ديفيد مش حاطه في الماتشنج، مش حاطه خالص. هو ليه المفروض يبقى في الماتشنج يا جماعه؟ عشان هو جزء اكسترنال وجزء، بس هو فريد ديفيد مش حاطه، كان حاطط خمسه ساعتها مش فيهم الاس فاز. عايز بس ايه اوضح نقطه بنتلخبط فيها، الكواليتي بتاعت المنتج حاطط لها كام في الايتم اللي فوق يا جماعه؟ 15%. لما تروح هنا بقت كام؟ بقت 3 من 10. طب ليه؟ اه الويت بتاع سوري بقت 1 من 10. ليه؟ ليه قل الويت بتاعها؟ الاوزان بتاعت النقط اختلفت من الجدول بتاع الاي فاز والاي فاز للاس، برغم انها نفس النقطه، يعني الكواليتي اهي موجوده اهي هنا في الـ في الـ في الاي فاز كانت هنا 3 من 10، حطاها من هنا 1 من 10. ليه؟ ما هو بالمنطق يا جماعه، عشان الاجمالي بتاع الاس فاز كام؟ 1. طب عدد النقط نفس عدد النقط، زاد ولا قل؟ لا قل، لا زاد. انت تقصدي زاد ان هو اه انا فهمت انت تقصدي ايه، زاد معناه ان هو اخد هنا كان في مثلا نقطتين اللي هم الاوبورتيونيتيز والثريتس، وهنا كانت السترينثز والويكنسز، هنا بقى كام فاكتور يا جماعه؟ بقى 4. يبقى عدد الفاكتورز هنا ايه؟ زاد. يبقى بالتالي الويت لازم يحصل فيه ايه؟ لازم فيه ال. سهله النقطه دي ولا صعبه يا جماعه؟ طب الريت يقل ولا ما يختلفش؟ ما يختلفش. ليه ما يختلفش؟ عشان ده كان بيتكلم على فكرة قدرة المؤسسة على التعامل مع نقطة القوة أو الفرصة اللي هو الاستفادة منهم، أو التعامل مع الخطر أو الثريت أو اللي هو إيه؟ أو الويكنس، وبالتالي الريت ما بيختلفش، لكن الويت بيحصل فيه إيه؟ بيختلف. سهلة ولا صعبة النقطة دي يا جماعة؟ الله ينور عليك. الاربع فاكتورز انا هنا في الجدول ده عندي نوعين بس، opportunities و threats، وهنا weaknesses و strengths، هنا بقوا 4 والاجمالي بتاعهم برضو كام؟ يعني لو افترضنا جدلا ان انا هدي ويت 25% لكل او equal لكل item، هنا في opportunities و threats يبقى opportunities يبقى كام في المية؟ 50%. لو رحت الاس فاز والاربع items equal weight يبقى opportunities هتبقى كام؟ 25. وهنا كانت كام؟ كانت 50، عشان احنا قسمنا التورته في الاس فاز على كام؟ على 4 اشخاص، في الاي فاز متقسمه على 2، في الاي فاز متقسمه على ايه؟ على 2. طيب هل احنا في الاس فاز بناخد كل الايتمز اللي موجوده تحت الاوبورتيونيتيز والثريتس والويكنسز؟ لا، ممكن اخد ايه؟ اكثر النقاط ايه؟ اهميه، مش لازم اخد كل النقط،
بس لازم يكون عندي الاربع اصناف، لكن مش لازم كل النقط اللي تحت كل ايه كل صنف.